أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا من الحياة. الحقيقة موضوعنا النهاردة قررت إن أنا أتكلم فيه لهدفين، أو يعني لهدف معين. هدف الموضوع النهاردة إن أنا بكلم الكنيسة العربية وبكلم المسيحيين العرب المهاجرين اللي في أمريكا وكندا وأستراليا والغرب، وبعرفهم دورهم أو بوجههم لناحية دورهم في المجتمع اللي هم عايشين فيه، أو بمعنى أصح بفهمهم طبيعة المجتمع واللي حاصل فيه والتطورات اللي احنا بنشوفها كل يوم. تاني حاجة، لما بتكلم عن المسلمين مش بتكلم عن المسلمين المعتدلين اللي هم جيراني وأصحابي واللي هم ناس عادية زينا بنفس طريقة التفكير، لكن بتكلم عن المسلمين أو الإسلاميين ذات الفكر المتطرف واللي بيسعوا للإرهاب والخداع والكذب والحاجات الكتيرة جدا لهدف معين، أو ليهم خطة مش واضحة وخطة غريبة ومش كويسة، وممكن نكون هنعاني منها أو بنعاني منها لغاية دلوقتي. أنا كنت اتكلمت قبل كده في مجموعة حلقات عن أين نحن من خطة الإسلام في أمريكا، ويمكن عرضنا انتشار الإسلام واتكلمنا عن خطتهم واتكلمنا عن إيه اللي حاصل في البلاد اللي احنا عايشين فيها دلوقتي أمريكا، ودور الكنيسة والمسيحيين العرب بيعملوا إيه وقافلين عن نفسهم إزاي، واتكلمنا عن كل النقط دي. النهاردة أنا هوضح زيادة الانتشار بطريقة مذهلة جدا، وبرضو مش عارفين احنا رايحين لفين، وبرضو هوضح أو هشجع دور الكنيسة والعربية ودور المسيحيين العرب اللي عايشين في البلاد دي ان هم ينزلوا. احنا في وقت دلوقتي بننتخب المفروض الرئيس المرشح في كذا رئيس مرشح لأمريكا، المفروض ان احنا نكون بنقوم بدورنا وبننزل وبنتجاوب وبننتخب وبيكون لنا دور. ضيف حلقتنا النهاردة الأخ أندرو حبيب، هو طبعا غني عن التعريف. الأخ أندرو مقدم برنامج أنا مش كافر وبنشوفه كتير على الكرمة. أهلا بيك يا أخ أندرو. ربي يبارك. ربنا يباركك، مبسوطة أنك تكون معايا النهاردة. دي بركة لي. شكرا. كمان هيكون معانا ضيوف على التليفون، منهم الأستاذ مجدي خليل والأسيس عادل والأسيس أشرف، والموضوع مهم والموضوع بيحتاج مننا كمان تركيز. وهبدأ الموضوع النهاردة بإيه الحاجات اللي احنا ابتدينا نسمع عنها، وعارفين ان في اضطهاد في مصر طول عمرنا عارفين، بس في فترة كده ابتدينا نطلع من جحورنا وابتدينا نطلع من كنايسنا وابتدينا نتكلم ونقول نتكلم عن نفسنا وابتدينا نقول رأينا وابتدينا نشارك في الانتخابات وابتدى لينا دور، فحاسين بقى ان احنا الدنيا احنا داخلين عصر جديد. انا بتكلم عن مصر وبلادنا. فلما سمعت الفيديو ده حسيت ان احنا بنرجع لورا تاني، او ايه هو ده، يعني هو ايه التناقضات اللي حاصله دي. هنشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. احمد بيقول يعني ازاي تودوا الستات لاطباء؟ طبعا دي هنا على فكره احنا مش واقفين نتفرج على بعض يا دكتور. يعني بعد اذنك يا دكتور، رايي عشان يبقى واضح جدا، اذا كان في طبيبه مسلمه يمكن اللجوء اليها. مسلمة يعني لو طبيبة مسيحية ما ينفعش. أنا بكلمك بقى، ده رأي الشرع وده رأي المسيحي وده رأي الشرع ولا لا؟ أنت كان في أنت بتفتكر كان في أنا عايز أوصل لك معلومة أنت وصلت غير المسلمة. يعني حتى مرأة مسلمة ما تروحش لطبيبة مسيحية. طبعا بقول لك أنا قول الوحيد. بعد إذنك يا دكتور أنت بتبدأ الأول. حد ينقذنا يا جماعة. بتبدأ الأول يا سواد. لا لا أنا بكلمك يعني يا سواد أنت بتبدأ الأول. والله أنتوا تشعلون الفتنة في المجتمع. لا 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 طب سيبنا نكمل كلامي عشان ما يبقاش فتنة. احنا بنبدا الاول بالافضل، فاذا لم يتوفر فاللي بعده، ما لم يتوفر للي بعده للي بعده للي بعده. كل المريضه ماتت. انت حر في الوقت، انت حر على موضوع النقابه. يعني انا مش هكمل كلامي في الحلقه دي على اعتبار هو اللي يعني هي الطلبه يعني يعني في الاب. لا يا كمل كلامي يعني. لا بعدين حضرتك بقى كفايه بقى يا دكتور، كفايه يا دكتور لحد ما تموت يا دكتور كفايه بقى. طيب يعني ما فيش داعي ان احنا نسمع الخناقه للاخر ولا طريقه الحوار اللي احنا يعني مش قادرين نعرف هم رسوا على ايه او ايه النتيجه، لكن الفتوى اللي بتطلع ان هو المفروض ان ما حدش يروح، حد مسلم يروح لطبيبه مسيحيه. اخي اندرو، يعني انا كنت يعني افتكر ان خلاص ما فيش اضطهاد وان الدنيا احسن بقى
وعصر جديد، هل لسه في اضطهاد في مصر حاصل دلوقتي والمسلمين المسيحيين يعني انت شايف الوضع شكله ايه دلوقتي؟ عشان نقول ان مفيش اضطهاد يبقى احنا بنغش نفسنا. الموضوع اكبر من ان كنا سياسات دوله او غيره. الموضوع هي ثقافه شعب. شعب اتربى، شعب اتعلم، شعب شرب ثقافه معينه في المدارس من صغره، بيتقال له في البيت ايه، بيسمع ايه، بيتوصف صديقه المسيحي ايه، بيقعد معاه على التخته الواحده وبيبص له ازاي. فانت دلوقتي احنا دلوقتي يعني بنتكلم في مخزون كبير جدا اتعمل سنين طويله 30 40 سنه او اكتر. الشعب ده بيتوجه اتجاه واحد، ماشي في طريق واحد، فكر واحد، انه المسيح اللي موجود قدامه ده شخص كافر. انا احكي لك مثال يعني مشابه او يعني للحوار اللي احنا شفناه. كان في يعني اخت مسلمه في جامعه الازهر منقبه، فيعني كان حصل حوار ان احنا فتحنا مع حوار مسيح. ففي يوم من الايام يعني قلت لها ما تشرفينا في البيت، فوافقت. رحت جبتها من الجامعه بتاع الازهر، طبعا هي ماشيه ورايا، رفضت تركب تاكسي لوحدنا، قررت ان هي تاخد مواصلات عامه وتقف ده هناك في مصر، في مصر، وتقف في مساحه بعيد عني. ده كله مش مشكله، انا متفهمه يعني. لكن اللي كان اغرب انه مع ان انا عارف ده، لكن انا بقول الكلام ده حصل بعد الايمان، لما جات البيت وبدينا يعني نعزم عليها بالاكل، كانت متحفظه جدا على الاكل. وبعد كده انا قالت انا هشرب حاجه بس لو سمحتوا ما حدش يكون قاعد قدامي. فرحت خارج الاوضه طبعا يعني عشان ادي لها راحتها، عشان انا عارف ان هي مش حبتك. الاغرب بقى ان هي قالت لا، ولا المدام تقعد، انا ما ينفعش اكشف وشي حتى قدام واحده مسيحيه مش مسلمه. فدي الثقافه اللي احنا اللي الشعب فضل متشبع يعني تشبع فيها وشربها. الموضوع دلوقتي ان احنا جايين نصرخ امتى؟ بعد قد ايه من السنين؟ بيدرس في ابتدائي ايه؟ بيتقال له ايه؟ انا بتكلم كمان عن خبرات انا اكتست فيها سابقا وانا كنت في بيت مسلم. لما كان يعني بعض الجيران المسيحيين يجيبوا لنا اكل او حاجه كنا ناخده منه مجامله، مش عارفين، مش عايزين نكسفه ونرميه. او ممنوع ان احنا ناكل، ممنوع ان نشرب، نقعد في مسافات معينه على التخت. طبعا اللي يجي نصيبه بقى جنب طالب مسيحي ده يفضل يعني يخانق عشان ينقل من التخته دي يروح تخت الثانيه. بس يعني انا يعني ما انا كنت بتعامل مع مسلمين وعندي مسلمين صحابي ما كانش بالشكل الفظيع ده، ممكن يكون بعضهم طبعا، لكن كان الاغلبيه نايس جدا. الحقيقه انه في كتير جدا يعني انا مش عايز اعمم او اخذ الامر بشكل عام، لكن مرات بيبقى في بنسميها الرساله الصفراء او الابتسامه الصفراء، ان هو جواه فكر معين تجاهك بس هو مش هو مش حابب يكسفك، مش حابب ان هو يظهر بمظهر معين، حابب يظهر دايما ان هو المتسامح اللطيف الحلو الجنتل في معاملاته، لكن جواه ذهنه بيقول ايه، افكاره بتقول ايه. احنا بنواجه يعني ثقافه كبيره جدا اترمت في المجتمع بتاعنا، سواء نظره المسلم تجاه الكنيسه اللي بيحصل جواه، نظره المسلم عن ايماننا. وده اتثابت القنوات، اتثابت الاذاعات، اتثابت المدارس، اتثابت الجوامع، اتثابت يعني الكتاتيب كتاب في بعض القرى، اتثابت الامور دي كلها، زائد انعزالنا احنا، زائد ان احنا ما كناش بنتكلم، زائد ان احنا بنتحاشى ان احنا نتكلم، ما ندافعش عن نفسنا، دايما واخدين موقف منعزل داخل المدرسه. تلاقي الطالب المسيحي مع الطالب المسيحي يعني مش كتير بيحاول يكسر الحاجز ده او يحاول ان هو يتواجد في حتى في النوادي في الحاجات، تلاقي المجموعه المسيحيه قاعده لوحدها. الحاجات دي كلها يعني نتج عنها الحوار اللي احنا بنشوفه. يعني في كتير جدا يعني دكاتره مسلمين لما يدخل حد مسيحي يبقى متضايق، طبعا بيتضايقوا بيدوروا على تخصص معين مثلا في الطب، سواء بقى تخصص ولاده. طبعا انت عارفه ان قسم الولاده والنساء في كليه الطب مع ان اللي اقام هذا القسم في كليه الطب القصر العيني شخص مسيحي، ومع هذا فضل يعني ممنوع على طلبه مسيحيين ان هم يدخلوا ويتخصصوا في قسم الولاده والنساء.
او النساء والولاد لو رجاله يعني لو رجال لو ولاد يعني او خصوصا الاولاد. فاحنا محتاجين مش بس قوانين تسن، محتاجين ان يتغير منظومه التعليم كلها، يتغير الشعب ده. لما يجي مثلا مذيع، ما زلنا بعد ثورتين ومذيع يقول لا مؤاخذه عشان مسيحيين، مذيعين كتيره بسمع منهم الكلمات دي، يعني يقول كلمه معينه لا مؤاخذه الكنيسه، احنا وكانها ايه كلمه عيب يعني ايه لا مؤاخذه يعني. يعني احنا محتاجين يعني تغيير لازم تغيري ثقافه الشعب. ولازم تبدأي بقى على الأطفال، لازم تبدأي على المدارس، المناهج التعليمية، لازم يحصل بركان. ثورة الحقيقة مش بس ناس تنزل تقف في ميادين، ثورة الحقيقة لابد إن هي تحصل من جوه. نبدأ نشوف التعليم ده اللي اتساب وإيه اللي بيتقال في الجوامع، نبدأ نوجه رسالة فيها تسامح ومحبة من خلال القنوات اللي زي، مش بس وقت الانتخابات. احنا عايزين اصوات المسيحيين، فنبدا يعني نهدي الدنيا شويه ونعمل بقى ان احنا ما فيش حاجه اسمها مسيح ومسلم، احنا مصريين. ده وقت الانتخابات او وقت لما انا عايز حشد معين ينزل في الشوارع، لكن انتهى الحشد، انتهى الانتخابات، خلاص الامر قائم كما هو عليه. والتعليم اللي بيتقدم في الجوامع كمان هي منظومه كامله، تعليم الجوامع، تعليم المدارس، الناس دي تربت ايه، بتلاقي العادات الخاصة جوه البيت، داخل بين الجدران، طبعا أمر محتاج شغل كبير جدا يعني. طيب معنا على التليفون الأستاذ مجدي خليل، رئيس منتدى الشرق الأوسط للحريات في واشنطن. أهلا بحضرتك يا أستاذ مجدي، وإحنا أسفين مسخرينك معنا. مساء الخير أستاذ أمل، مساء الخير لجميع المشاهدين والأخ أندرو وكل مشاهدي الكرمة. اهلا بحضرتك. احنا كنا بنتكلم عن ظروف الاضطهاد ولسه ما زال في اضطهاد في مصر ولا لا، بس انا حابه قبل ما تعليق حضرتك هنطلع نشوف فيديو صغير وهرجع اكلم حضرتك عن الكتاب بتاع اللي كتبته عن ازدراء الاديان. اوكي حرية الرأي والتعبير وما تقوم بمؤسسة الازهر الشريف من ممارسة دور فيه شكل من الأبوية أو السلطوية على هذا الحق واللي كفله الدستور والقانون. الحقيقة مؤسسة الأزهر ولها كل الاحترام والتقدير، ووزارة الأوقاف اتدخلوا لسحب كتاب ازدراء الأديان في مصر. الكتاب زي ما حضراتكم عارفين هو تأليف المحامي والحقوقي حمدي الأسيوطي وسيد مجدي خليل، صادر عن مكتبة مدبولي. مصادرة الكتب عمره ما كان حل يا سادة. الكتاب من وجهة نظر مؤلفيه بيرصد دور من المؤسسة الدينية وتسلطها على حرية الفكر والتعبير. الأزهر كان ممكن أن هو يرد على ما ورد بالكتاب برأي مختلف ويوضح دور المؤسسة الأزهرية، وإذا كانوا شايفين أن دورهم تنويري بدأوه ومستمرين فيه ولم يتراجعوا عنه اشتغل على ده. لكن هل الأزهر يظن أنه سحب كتاب من المكتبة ده أمر مقبول عند جموع المثقفين؟ وهنا يسأل في ده بالمناسبة وزير الثقافة المصري الأستاذ حلمي النمنم عن أو بالأصح عن رد فعله أو رأيه فيما قامت به مؤسسة الأزهر. يعني ده بالمناسبة عشان بس نبقى متفقين مخالف للمادة 67 من الدستور، هذا الدستور الذي كأنه لم يكن وكأننا ذهبنا للاستفتاء على عقد جواز عرفي مثلا ولا حاجة. ده دستور مصر يا سادة، كل شوية ينطلنا قرد يعك الدنيا. طبعا مؤسسة الأزهر لا يصح يعني بالتأكيد مش هي المشار إليها بأنها قرد ولا حاجة، بالعكس المؤسسة مؤسسة هامة ورائعة ولها دور مقدر تاريخيا سواء إذا كان في الدعوة أو في التنوير. مؤسسة الأزهر نطالبها بأنها تتصرف بشكل أكثر حكمة وحصافة من ذلك. مؤسسة الأزهر نطالبها. أستاذ مجدي أهلا بيك، وحضرتك شفت معانا الفيديو وبيتكلم عن الكتاب ازدراء الأديان اللي حضرتك شاركت في كتابته، وبعد ما اتنشر اتلم تاني من السوق، فأنت احكي لنا القصة وإيه اللي حصل وليه؟ والكتاب ده بيتكلم عن إيه كمان يعني هو في إيه عشان يشكر المذيع، بس خجول جدا لما بيشير لمجدي خليل، وخجول جدا إن هو اللي نشر منتدى الشرق الأوسط للحريات مش مدبولي، وطبعا هو عارف لأن مكتوب عليه قدامه الناشر منتدى الشرق الأوسط للحريات
خاف يقول كده او كله اي مصر ما فيهاش واقع صادق ابدا في شيء. المهم ان هذا الكتاب احنا عندنا كمنتدى الشرق الاوسط للحريات عندنا محامي معين فول تايم هو الاستاذ حمدي الاسيوطي، وهو محامي محترم ومحامي بالنقد ومحامي كبير يعني، وهو متولي الدفاع عن حالات ازدراء الاديان. لما لقيناها كترت عيننا الاستاذ حمدي الاسيوطي عشان يروح يدافع عن هذه الحالات مجانا. المفروض احنا بندافع عن كل الحالات، حوالي 30 حاله دافعنا عنها قدام المحاكم مجانا. من سنتين الاستاذ حمدي الاسيوطي جاب لي مسودة كتاب عن 23 حاله في 23 حاله في تاريخ مصر، 23 حاله كبيره، طه حسين والشيخ علي عبد الرازق لحد كرم صابر ودميانة، وكرم صابر اللي هو الروائي اللي اتسجن عشان كتب مجموعه قصصيه اسمها اين الله. وقال لي انا كاتب هذا كل الحالات دي كلها التوصيف القانوني مع فصل كامل عن القانون المادة 98 اللي بتتعلق بإزدراء الأديان في القانون المصري. أنا قريت الكتاب لقيته هو عامل جهد كويس وهو راجل كويس ومحترم، بس لقيت إن الكتاب هو ناقصه الشيء الأساسي، إن إزدراء الأديان مش بس مادة في قانون، إزدراء الأديان هو مسألة دينية أصلا لحماية الإسلام. فأنا عملت الجزء الأولاني 200 صفحة وقلت إن ده ان اسمه ازدراء الاديان وحمايه الاسلام، وعلشان كمان ابعد المسؤوليه القانونيه عن حمدي الاسيوطي كتبت ان الجزء الاول كتبه ومسؤول عنه مسؤوليه قانونيه كامله فلان الفلاني، والجزء الثاني كتبه ومسؤول عنه مسؤوليه قانونيه حمدي الاسيوطي عشان حمدي الاسيوطي دخل مصر. فبعدين طبعنا الكتاب وجبنا نسخ كميه هنا شحناها على هنا، وبعدين رحنا ودينا لمدبولي مجموعة من الكتب وديناها له بأقل من سعر التكلفة عشان نشجع مدبولي إن هو، وتالت يوم بالظبط حطيناه عند مدبولي جاء ممثل الأزهر وممثل وزارة الأوقاف وقالوا إن هذا الكتاب بيسيء للإسلام ويجب سحبه فورا من السوق فورا فورا ولازم ما تخلوش ولا دقيقة هنا. كلمني محمد مدبولي وقال لي وقعد يقرا لي في الصفحات، قلت له اسمع الكلام اللي انا كاتبه ده من القران والسنه ولا انا جايبه من مالفه من عندي؟ يا ايه بقى خلاص الغي القران والسنه اذا كنت انت مش عاجبك الكلام ده. انا لو في كلمه واحده ملهاش مصدر حقيقي من القران والسنه ومن امهات الكتب الاسلاميه يبقى انا راجل مزور ومدلس. اما اذا كانت هذه المراجع مراجع اصيله في التراث الاسلامي واساسيه في الفكر الاسلامي ومعتمده من الازهر يبقى مش ذنب عليا، ذنب عليك، شيلوها خلاص. اذا كنتوا شايفين ان المراه مفتقره بهذا الشكل ومكسوفين وبتشعروا بالعار من اللي جه في الحديث والسنه وكتب الائمه والفقه الاسلامي والنظريات والمدارس الفقهيه الاربعه، اذا كنتوا شاعرين بالخجل والعار من الكلام ده طب بتؤمنوا بيه ازاي؟ خلاص بقى واعلنوا، لكن انا ما جبتش حاجه من عندي. المهم يعني احنا اللي انا عاوز اوضحه كالاتي، ان سحب الكتب في مصر له طريقين دلوقتي لا ثالث له. الطريق الاولاني وهذا الطريق القانوني اللي هو الطريق المعتمد قانونيا، ان يذهب حد يقدم شكوى للنيابه والنيابه تشوف الشكوى والنيابه هي التي تحتسب، لان الحسبه لم تكن الا من النيابه، النيابه بس فقط هي اللي لها حق الحسبه دلوقتي. النيابة العامة تروح قدام القضاء وتقول هذا الكتاب يسيء للوحدة الوطنية، يسيء للأديان، يسيء لكذا، يسيء لكذا، وبالتالي تروح للقضاء والقضاء يحكم بناء على دعوة النيابة. القضاء يبدأ يترافع، احنا مثلا نترافع من طرفنا ندافع عن الكتاب والنيابة تدافع بالضد، لأن هي اللي لها الحسبة دلوقتي من أيام مبارك، أيام قضية نصر أبو زيد بقت النيابة العامة فقط هي اللي لها حق الحسبة، يعني هي اللي لها الحق انها ترفع قضايا باسم المجتمع. فبالتالي ده الطريق الطويل، هم ما يعملوش الطريق ده لان معناها نروح قدام القضاء ويبقى فيه المحامين ونجادل فيهم ويبان الصح من الغلط، فمش بيعملوا الطريق ده. الطريق الثاني هم يشيلوا النسخ ان يروح الازهر يهدد المكتبات ويقول لهم اصحاب الكتاب ما توزعوش الكتاب. وعلى فكره ده بقى لان هو عباره عن كانه بالظبط الطريق الغير قانوني لسحب الكتب، وده حصل مع معظم الكتب.
معظم كتب سعد العشماوي، ومعظم كتب ناصر ابو زيد، معظم كتب خليل عبد الكريم، كله ده اتعامل بالطريقه دي، بيتعامل ان الازهر يروح. ومع هذا الكتب دي موجوده في مصر ليه؟ لان الازهر مش قانون، مش قانون ان هو يصادر كتب، المفروض النيابه فالقضاء، لو القضاء صادر كتب يبقى ممنوع على اي مكتبه في مصر تبيعه. لكن دلوقتي ممكن الازهر هو اللي بيهدد فبيعمل سوق سودا للكتب. دلوقتي بعد ما الازهر هدد المكتبات بقى في سوق سودا لكتاب ازدراء الاديان، بيقولنا بياخدوا الكتب ويوزعوها يحطوها يسحبوها جوه في مكتباتهم، ويجي لهم واحد زبون يكون واثقوا فيه، اه احنا عندنا كتاب اهو وكتاب حلو قوي، بياخده وبيعوه الاضعاف مثلا ضعف السعر ولا حاجه. ليه؟ لان هم الازهر الممنوع مرغوب، زي سوق العمله بالظبط. الناس هتبقى عايزه تقرا في الكتاب ده. صح. طيب يعني ده اللي حصل في مصر، يعني تسميه اضطهاد، تسميه ما فيش حريه راي، تسميه اي ما تسميه، بس هي ما فيش حريه راي. هي اي حد بيقرب من الاسلام هم بيحموا الاسلام، لان الدوله المصريه العقيده بتاعتها حمايه الاسلام. الدول الاسلاميه كلها بلا نقاش هي الهدف الاساسي للدوله الاسلاميه، لوجود الدوله الاسلاميه هو حمايه الاسلام، يعني الهدف هو الاساسي لوجودها. اوكي، قضيه ازدراء الاديان ده لو حد اتكلم عن الاسلام، لكن لو حد اتكلم عن اي دين او المسيحيه في مصر، لا ده مش ازدراء اديان، مش من حقنا. بيعتبروها ازدراء اديان، لو حد بيعتبروها التبشير ويعتبروا التبشير ازدراء اديان، ازاي يبقى في الدين الاعلى في مصر، الدين الذي لا يعلى عليه، اخر خاتم الاديان والدين الافضل وخير الاديان دينا، وفي حد يبشر بدين ثاني، فبيعتبروا ده اهانه للاسلام، ان يكون الاسلام موجود في دوله وحد يبشر بدين ثاني زي المسيحيه، فبيعتبروا التبشير ازدراء الاديان بناء على ان هو الاعلى وهو الافضل وهو الاحسن وهو خير الاديان وخاتم الاديان وخاتم الكلام اللي بيقولوا ده. فبالتالي قضايا احنا بندافع عن كذا قضيه دلوقتي، بندافع عن كذا قضية، هي تبشير، هي في الواقع تبشير. يعني قضية بتاع اسكندرية دي هي قضية، احنا عندنا تقرير الأمن الوطني اللي جاي في تقرير بتوع البلح بتوع اسكندرية، بيقول دول بيبشروا ولازم يعني بما معناه لازم يتعاقبوا. يعني ده وده ترفع من الأمن الوطني إلى النيابة القضاء، فالدولة كلها بتحرش الدين الإسلامي، الأمن الوطني، المخابرات، الجيش، القضاء، الازهر. انا بسميها الدوله الاسلاميه العميقه، كتبت مقاله طويله اسمها الدوله الاسلاميه العميقه في مصر. الدوله الاسلاميه العميقه في مصر هي دوله موازيه للدوله العميقه، وهي بتقوم بدور الاساسي حمايه الاسلام، وهي خليط من الازهر ومؤسسات سياديه. ايوه بس ده في مصر بس يا استاذ مجدي، ده في كل الشرق الاوسط. وبعدين هم دلوقتي ده في مصر اللي احنا شايفينه، بس اكيد في كل البلاد العربيه غير بقى كل الدول الاسلاميه. حلوة. بس يعني هم يمكن في باكستان اسوا بكتير بكتير بكتير. بالظبط بالظبط. هم بيحموا على يعني احنا اسيا في بدي اللي محبوسه في غرفه منفرده ومحكوم عليها بالاعدام وغيرها وغيرها وغيرها. انا كتبت على حاله باكستان، كان انسى حاله في باكستان ضمن الكتاب ده. بقى احنا بقى في الجزء بتاع انا جبت الحالات اللي جبت 105 حاله من الازدراء، جبت 80 حاله حرق مكتبات في العالم بسبب ما يسمى ازدراء الاديان، جبت تهديد حياه الناس، لان ازدراء الاديان مش مجرد حرب، قتلوا ناس. مطار الكوره اتقتل على ايه؟ عشان ازدراء الاسلام. نجيب محفوظ اتذبح ليه؟ عشان ازدراء الاسلام. المفكرين اللي اتطردوا، ونصر ابو زيد اللي هرب بره، ما وفي الاخر خليل عبد الكريم، سناء المصري اللي ماتت في ظروف غامضه ومحدش يعرف ماتت ليه، ما كل ده ازدراء. يعني ازدراء موضوع قضيه ازدراء الاديان اقوى بكتير. مصادره الكتب، انا جايب حوالي 100 اكثر من 120 كتاب تقريبا صدروا عشان بيسيبوا الاسلام. فالمسائل كلها ازدراء الاديان اوسع من الحبس، لان بيتعقب عليه عقوبه مجتمعيه اكثر، التهجير، القتل، الهجوم الجماعي على الاقليات، بمجرد ما واحد يقول ازدراء الاديان يقوموا على المسيحيين كلها يحرقوا لهم بيوتهم. الهجوم على الاقليات هو ده، هو ابتزاز وتهديد وارهاب لكل من يقترب من الاسلام بالنقد والتحليل. حلو قوي. بناء على الوقائع انا عايزه انقل بقى من اللي حاصل ده في مصر، واللي بيحافظوا على ديانتهم، او لحد لو قرب ولا قال اي كلمه في الاسلام بيحصل ايه، وعايزه بس اتنقل للي بيحصل هنا في امريكا،
وعايزه قبل ما هدخل في احداث كتير والحريه اللي مدينا اللي واخدينها وعشان هم اقليه ليهم حقوق كتيره قوي وممكن يوصلوا للرئاسه. هنطلع فاصل هنسمع مع بعض نشوف راي المرشح للرئاسه امريكا بين كارسون ونرجع وهكمل مع حضرتك. الإسلام يتماشى مع الدستور؟ لا، لا أعتقد ذلك، ولا أنصح بوضع مسلم لقيادة هذا البلد، لن أتفق مع ذلك أبدا. هل سترشح مسلما في انتخابات الكونغرس؟ الكونغرس قصة مختلفة، لكن ذلك يعتمد على من هو ذلك المسلم وسياساته. ده رأي المرشح لرئاسة أمريكا بين كارسون، بس أنا يعني عايزة أقرأ لحضرتك اليوم السابع يعني علق إزاي وبيقول إن أصبح الهجوم على الإسلام مادة خصبة جدا لدى المرشحين في الانتخابات الأمريكية القادمة لكسب تأييد أكبر عدد من الناخبين لكسب أصواتهم خلال حملتهم الانتخابية، وإن هما رأيهم بيقولوا عقيدة المسلمين تتعارض والمبادئ الأمريكية، وبين كارسون قال الكلام دوت، وإن ما لا يصلح أن يكون مسلم يكون رئيسا للولايات المتحدة، ومدعيا أن عقيدة المسلمين تتعارض والمبادئ الأمريكية. وكمان المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أن الإسلام في أمريكا مشكلة يجب التخلص منها، ودي قالها في تصريحات في مناظرة أجراها. يعني هل تعتقد وأسئلة كثيرة بقى بيقول هل تعتقد أن الإسلام يتماشى مع الدستور، وبين كارسون رأيه إيه، والمرشح الثاني الجمهوري برضو نفس الكلام، ودونالد ترامب قال نفس الكلام أن ما ينفعش يكون مسلم هو رئيس أمريكا. أوكي، إيه رأيك في الكلام دوت ومعنى الكلام ده أن هم فاهمين طبيعة الإسلام؟ ليه الحريه اللي مدينها لها؟ مفيش هنا ازدراء اديان وكله بيخبط في كله وبيبشر وما بيعتبرش فيه ازدراء اديان. يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه، اول حاجه لازم نفصل بين حاجتين في الموضوع ده. نفصل اولا ما بين الراي القانوني وما بين الراي العام، يعني الراي الشخصي. الحاجه الثانيه نفصل ما بين الاسلام وبين المسلمين. خلينا نفصل في الاول الراي القانوني والراي الشخصي. الراي القانوني نعم 100% الإسلام لا يتوافق مع الدستور الأمريكي ولا المبادئ الأمريكية زي ما ولا منظومة القيم الغربية كلها ولا منظومة قيم الحضارة الغربية بالظبط. فبالتالي هذه حقيقة فاكت، الإسلام لا يتوافق مع الدستور. ويكفي أن نقول أن الإسلام بيقول أنه هو دين ودولة، والدستور بيقول لك أنه حائط فصل بين الكنيسة والدولة، يعني هنا فصل بين الكنيسة وبين الدين والدولة، وهنا جمع بين الدين والدولة. يكفي هذا لأن نقول أن الإسلام لا يتوافق مع الدستور الأمريكي. الحاجة الثانية، هل قانونيا من المسلم يعني مش من حقه قانونيا من حق المسلم أنه يترشح لأمريكا؟ لأن الدستور الأمريكي لا يفرق بين أمريكا وأمريكا، أي إنسان أمريكا حصل على الجنسية الأمريكية ومولود في الولايات المتحدة الأمريكية بأي دين من حقه أنه يترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا بتفق أن المسلم لا يفرق، أن المسلم المفروض في بلد زي دي انا بقولها، وده مش بوليتيكال كوركتنس، ده كلام بيقوله اغلب الامريكان المحترمين في بيوتهم، ان ما ينفعش ان واحد مسلم يحكم هذه البلد لانه هو اصلا مشبع بثقافه ضد الحضاره الغربيه، مش عشان ان هو مسلم، عشان الثقافه الاسلاميه التي تشبع بها ونتيجه ايمانه الديني، وايمانه الديني ده اصلا يتعارض مع الدستور الامريكي، وايمانه الديني يبقى يختلف. عقيدته مختلفة، هو هيطبق الشريعة الإسلامية لو هو مسك أمريكا، لو بقى رئيس أمريكا مش هيطبق الشريعة الإسلامية؟ بالظبط، كل مسلم بيؤمن أن الشريعة الإسلامية هي نازلة من عند الله، وأنها قانون إلهي، وأن السيادة لله، وأنها قانون إلهي واجب التطبيق، واجب التطبيق. ده حتى مرتضى منصور اللي بيشتم ليل مع نهار لما طلع لما كان مترشح قال ما أنزله الله هو اللازم يطبق. أنا هطبق الشريعة، وأديك شايفه مقتدى منصور ده بيشتم ليل مع نهار في كل الناس. يعني ومع هذا ما وزش في دماغه سوى الشريعة الإسلامية. ما يقدرش وما يقولش غير كده لأن ده إيمانه أساساً. طيب يبقى إزاي مسلم إيمانه أي مسلم إيمانه صحيح ومكتمل بالإسلام هو يؤمن بالقرآن، والقرآن هو دين ودولة،
والقرآن هو ضد الحريات، والقرآن هو ضد كل أنواع الحريات، والقرآن عاوز يطبق الشريعة لأن ده أوامر إلهية. القرآن أوامر إلهية والشريعة أوامر إلهية، وبالتالي الأوامر الإلهية يجب أن تطبق في الإسلام، يجب أن تطبق، هي مش للهزار، هي للتطبيق. وبالتالي ما يصلحش مسلم متشبع بالإسلام لرئاسة أمريكا، هذه فا. لكن المسائل هنا بقى الحصافة السياسية، إن المفروض كان قال أن الدستور، وهو راجل محترم جدا على فكرة، بين كارسون جدا وشخصية وجراح أعصاب محترم، وراجل فنان، وراجل مسيحي محترم، كل شيء. بعد ذلك المفروض كان قال أن الدستور الأمريكي، الإسلام لا يتوافق مع الدستور الأمريكي، وبالتالي كل مسلم يؤمن تماما بإيمانه الديني، ويؤمن تماما بأنه عليه أن يطبق دينه، لا يصلح لأن يكون رئيسا لأمريكا. يبقى كان طلع من المأزق. جاوب بطريقة طلع من المأزق بدل ما، لكن هي في الأخير خالص هي سماينرز، حاجة صغيرة في الصراع الانتخابي، يعني مش خطأ فيتل ولا حاجة. ده احنا دلوقتي داخل تصفيات في الحزب الجمهوري، كل واحد بيزاد وكل واحد بيقول وبتاع، وأصوات المسلمين هنا ولا لا، هي مش قوية قوي. المشكلة مش في أصوات المسلمين، المشكلة في أصوات الليبرالز وأصوات الاشتراكيين الليفت وينج، دول بيتحالفوا مع الإسلام، مع في نظرية التحالف هم أساسا الأمريكان وبيتحالفوا مع الإسلام؟ طبعا. زي هيلاري كلينتون؟ الليبرالية الفوضوية كلها، المصريين كلهم، النفط وينج كلهم، اليسار بأكمله متحالف مع الإسلام، وخاصة كل ما تطرف اليسار وكل ما تطرف الليبرالية كل ما تحالفت أكثر مع الإسلام. عشان كده المسلمين أغلبهم بيتضموا للحزب الديمقراطي، أغلبهم في الحزب الديمقراطي، وأغلبهم في الحزب الديمقراطي ليه؟ لأن الحزب الديمقراطي هو عبارة عن خليط ما بين الليبرالية الفوضوية وما بين الاشتراكيين وما بين الأقليات وبين النفعين وكذا. فبالتالي الحزب الديمقراطي هو توجه المسلمين، وهو اللي بيصوتوا دائما للحزب الديمقراطي، هم أغلبهم أعضاء في الحزب الديمقراطي. طيب يعني الرد فعل بقى، يعني زي هيئة كير الإسلامية اللي هنا في أمريكا طلبت أو يعني عملت حملة لتوزيع نسخ للقرآن باللغة العربية والإنجليزية، في بعد رد على تصريحات بين كارسون، وكمان طلبة أن هي تكون بتعمل معاه لقاء عشان يتكلموا. يعني أقول لك حاجة، أول حاجة القرآن اللي بتوزعه كير، أنا أعرف كير وأعرف نهاد عوض، وكنت أنا ونهاد عوض من شهرين في قناة الجزيرة، إحنا الاثنين في برنامج من واشنطن، وأنا عرفت نهاد عوض كويس جداً. وأولا القرآن اللي بيوزعه نهاد عوض ده قرآن مزور، لأن هم مترجمين معانيه عشان تتوافق مع الغرب، لكن في مجموعات محترمة في أمريكا ترجمة القرآن ترجمة حقيقية، يعني عايزين يوصلوا له أن الإسلام اللي هو واخد عنه فكرة دي فكرة غلط، وده القرآن، عاملين قرآن جديد يعني علشان القرآن أصلا قرآن عربي ما يترجمش، ما ينفعش يترجم معانيه. فهم لما يجوا يترجموا معانيه بالإنجليزية يروحوا جايبينها أقرب من المصطلحات الغربية، مش المصطلحات الحقيقية الفقهية الإسلامية اللي موجودة في القرآن واللي فسرها المفسرون، كبار مفسري القرآن عبر التاريخ. فبالتالي كأنهم بيقدموا نسخة مزورة من القرآن، نسخة مزورة مترجمة لعدة لغات، مزورة ترجمة لمعاني القرآن مع التأويل، مع التأويل لما يصلح للغرب، مأولينها المعاني تصلح للغرب، وبالتالي اللي بيوزعوا نهاد عوض ده قرآن مزور. ونهاد عوض وكير دي أنا بعتبرها أحد المنظمات الإرهابية في العالم، لأنها بتنمي السقط عند الأمريكان، وأنا عارفها متابعها من 20 سنة هذه المنظمة، منظمة كير، وتكتب عنها كتب، كتب عنها المافيا، كتب عنها كتاب اسمه المافيا، وواحد أمريكي دخل وقعد في وسطها عدة شهور وكتب عن كير انها مافيا وبهكذا. يعني معروف نشاطها قدام بعض الامريكان، يعني هيئه كير معروف نشاطها قدام الامريكان، ومع ذلك سايبينها كده وعادي. شوفي يا ستي، مش عايزين يصدموا مع الاسلام بشكل، في حاجات كتيره اسمها يعني برضو اللي هي الموائمه السياسيه انه مش عايزين يصدموا، لكن كير عند كتير من الاف بي اي عارفين انها منظمه متطرفه، CIA عن فيلنا متطرفة، ثلاثة من رؤساء كير مسجونين حاليا، عبد الرحمن العمودي والراجل بتاع فلوريدا في السجن، ثلاثة من رؤساء كير
اللي كانوا كتير مسجونين وكير بتلم من دول الخليج بالملايين، ومعروفة أنها بتلم من دول الخليج بالملايين. كير مصنفة منظمة إرهابية في الإمارات، في التنظيم التصنيف الإمارات اللي صدر هذا العام مصنف كير كمنظمة إرهابية. وبالتالي يعني إذا كانت دولة إسلامية زي الإمارات مصنفة كير كمنظمة إرهابية، يبقى الولايات المتحدة مش عاوزة تصطدم مع المسلمين مش أكثر. لكن واللي شوف الكتاب، شوف اللي عمله ستيف أمرسون عن كير، شوف اللي عمله دانيال بايبس عن كير، شوف اللي نزلته ميمري عن كير. احنا عارفين كير كويس جدا جدا، لان داخل انا المؤسسات فيه ودول اصدقائي مقربين وعارف كير كويس قوي قوي. كير دي منظمه متطرفه، يعني لا نقاش في كده، منظمه متطرفه، والاسلام مش عايزين او الامريكان مش عايزين يكونوا بيصطدموا بالاسلاميين، يعني حاجه بتدي امل بالاسلام او يعني اللي هم المتطرفين بمعنى اصح. صح، مش عاوزين يفتحوا ما هم عارفين ان الجوامع هي بؤر تطرف. في مسجد واحد في امريكا مش بؤر التطرف؟ صح، وده هدف اساسا عندهم، بننمي السقط عند المسلمين. انا بقولها لك، كل المساجد في الغرب هي بؤر تطرف. لماذا؟ لانها تنمي السقط عند المسلمين ضد المجتمعات الغربيه، وتشجعهم بافكار تكفيريه ضد الغرب، وتخليهم كتله منعزله في الغرب، ايزوليتد في جيتوس. وكل ده بيجي من وراء المساجد والمنظمات الاسلاميه، والمنظمات الاسلاميه بتدعوهم رسميا. المجلس الاسلامي الاوروبي بيقول لهم انعزلوا، ما تتقابلوش مع الناس، خلي احتكاكوا بالاوروبيين عند الحد الادنى، وهكذا. فهم بينموا التطرف تماما عند هذه عند الجاليات المسلمه، وناس كثيره ذهبت الى الارهاب من خلال الخطاب الموجود في المنظمات الاسلاميه وفي المساجد الاسلاميه. والناس المحترمه من المسلمين فلتوا ما بيروحوش مساجد، حتى لو عاوزين يصلوا بيصلوا في بيوتهم. ده صحيح. طيب، هو في سؤال يعني تم طرحه للمرشحين، يعني السؤال، هل ممكن يرأس أمريكا واحد مسلم؟ وحضرتك قلت دستوريا ينفع، أوكي؟ وكان رد هيلاري كلينتون، قالت ينفع، رغم أن هي وقت أوباما لما كان مرشح للانتخابات كانت رافضة علشان هو من خلفية إسلامية. يعني هو ممكن يكون فعلا ننام ونقوم ونلاقي رئيس أمريكا واحد مسلم؟ هقول لك حاجة، يعني شفتي لما حصل الجدل على أوباما زمان، طلع كولين باول وقال افترضوا ان هو مسلم، يعني قال لهم يعني هاتوها من الاخر. كولين باول طلع على سي ان ان قال لهم يعني عاوزين تقولوا ايه؟ انتوا بتشتبهوا ان مسلم، انا اقول لكم افترضوا ان هو مسلم 100% مسلم، مش من حقه يرأس امريكا؟ فبالتالي دستوريا لا نقاش ولا جدال في ان من الناحيه الدستوريه من حق اي مسلم، اي مواطن امريكي من اي خلفيه، اي ديانه او اي ايديولوجيه، من حقه ان يبقى يرأس الولايات، يترشح الولايات المتحدة إذا قبل به الشعب الأمريكي وصوت له، حقه أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ده من الناحية النظرية، من الناحية النظرية. من الناحية الثانية، هيلاري هي لأنها محنكة سياسيا، ولأنها لا تعرف إلا قيم السياسة. في فرق بين قيم السياسة وفي فرق بين القيم العامة. قيم السياسة هي كيف تغلب في اللعبة السياسية، دي قيم السياسة. كيف تخلق كل لعبة سياسية؟ وده اللي بيفصل القيم السياسية عن القيم العامة بيسموه الحيوان السياسي. وهي مثال رئيسي لمصطلح الحيوان السياسي في الاجتماع السياسي. هناك مصطلح في علم الاجتماع السياسي اسمه حيوان سياسي. الحيوان السياسي هو اللي بيكون القيم السياسية عنده أهم من أي قيم تاني، وتعالوا على اي قيم. فبالتالي هيلاري كلينتون باختصار كده بالبلدي اللي بتغلب بيه العب بيه، هو ده معناها القيم، ان القيم السياسيه تعالوا على القيم العامه. وهيلاري كلينتون هي مثال واضح لهذا الموضوع. طيب، هل المفروض ان احنا نشترك في يعني نشجع الناس والكنيسه العربيه والعرب المسيحيين اللي في امريكا ان هم يشاركوا في الانتخابات، ونوجههم ازاي؟ مين يعني نعرف ازاي مين الرئيس المناسب؟ أنا عاوز أقول لك حاجة، يعني بالنسبة للأغلب المسيحيين العرب موجودين في الحزب الجمهوري. وطبعاً الحزب الجمهوري في ناس كويسة زي ما أنت قلت بن كارسون، وفي دونالد
انا ما يعني انا ما بميلش لدونالد ده خالص ترامب ده نهائيا لان عارف تاريخه كويس. جيب بوش راجل محترم ومتدين وراجل محترم وبن كارتر راجل محترم. يعني انا بقول اختار واحد من الاثنين دول لانهم ناس كويسين جدا جدا. بن كارسون او جيب بوش اوكي جيب بوش. انا دول يعني اعرف كويس عن خلفياتهم اعرف كويس جدا. يعني جيب بوش ده متدين كتير عن اخوه جورج دبليو بوش. يعني اعرف كويس جدا عن خلفياتهم الدينيه واعرف كويس جدا عن يعني خلفياتهم الاخلاقيه كمان. بالتالي اللي عندنا المسيحيين اللي في الحزب الجمهوري كل واحد يعني ينتخب حسب ميوله ولا بس لازم يشارك. لازم يعني يشارك. لا يمكن ان تكون مواطنا جيدا الا اذا كنت مواطن مشاركا في الحياه العامه لك دور ولك تاثير. وكل ما كبر تاثير الكتله المسيحيه كل ما كان صوتها مسموع. فبالتالي يعني احنا نشجع انهم يقتربوا من المرشحين ويعني عشان وانا شايف ان في حمله جيب بوش اثنين من المسيحيين العرب الكبار يعني وليد معلوف ووليد فارس اثنين يعني واتصلوا بيا. وليد معلوف هو اللي ماسك الحمله بالنسبه لمسيحيين الشرق الاوسط وبيتابع جيب بوش واحنا بنتعامهم يعني عشان يعني حد من الناس المحترمه يصل للتصفيات النهائيه. طب استاذ مجدي تعرف قد ايه نسبه المسيحيين في امريكا؟ يعني هتفرق لو فعلا كل المسيحيين نزلوا وشاركوا هتفرق فعلا النسبه دي او هتدعم يعني موقف حد من المرشحين؟ المسيحيين في امريكا تقريبا قد المسلمين تقريبا. لو انت شفت المسيحيين العرب قد المسلمين تقريبا المفروض يكونوا اكتر يعني من زمان بيجوا. لا 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 ما في المسلمين مش عرب بس هم اكتر من المسلمين العرب. مسلمين ثلاثة باكستان مسلمين سود التلت مسلمين سود والتلت مسلمين من اسيا من اندونيسيا والهند والتلت مسلمين عرب. المسيحيين العرب تقريبا قد المسلمين العرب بكل اجزائهم يعني هم حوالي 4 إلى 5 مليون مسلم وفقا للاحصائيات. وفي مش اقل من 4-5 مليون عربي خاصة اللبنانيين والشوام لأن جذورهم ممتدة طويل. بالتالي إحنا كنا مقدرينهم أن في 4 مليون مسيح عربي في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل. ودي تقديرات الدكتور وليد فارس وأنا بقولها وبقول لك دعم هناك على الأقل 4 مليون مسيح عربي يعني تقريبا قد الكتلة الإسلامية. فبالتالي طيب مؤثرين يعني نعم. طبعا مؤثرين يعني. بشكرك جدا يا أستاذ مجدي شكرا لمداخلتك ولمشاركتك معنا في الحلقة. شكرا ليك ربنا معك. أخي أندرو يعني وأنا بسأل السؤال ممكن رئيس أمريكا يبقى مسلم يعني وأنا من زمان قوي وإحنا عارفين إن رئيس أمريكا مسيحي عشان دي بلد مسيحية يعني فكرنا العبيط يعني اللي إحنا فاهمينه زمان يعني بس إحساسك إيه بقى لو في المستقبل لقيت رئيس أمريكا راجل مسلم وبما إن يعني إحنا نتكلم شوية عن شوية كده وهنتكلم عن الانتشار وصل لفين بالظبط إيه اللي ممكن يحصل؟ تتوقع يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ انا بس حابب اوضح حاجه ان احنا مش ضد المسلم كمسلم كانسان. انا مش بتكلم على عشان بس لكن احنا زي ما قال كده الاستاذ مجدي اللي شريعته الفكر المتطرف انا هتكلم على الجزئيه دي. هي المشكله يعني انا بتصورها وبرضه الاستاذ مجدي وضح الامر ده في العقيده الاسلاميه مشكله في مدى تاثير القران والسنه والفقه على ذهن الشخص ده. مشكلة ان المسلم ما بيفصلش. المسلم دايما عنده الأولوية الأولى للإسلام. مهما كان موجود في أي مجتمع، مهما كان يتعلم أي تعليم، مهما كان يتربى في أي مكان موجود فيه، يبقى ان المسلم ذهنه مشرب متشبع بالعقيدة الإسلامية. والسؤال هنا لو في رئيس لنفترض ان في رئيس مسك دولة غربية أو أمريكا. ماذا لو تعارض حياة معينة أو قانون معين مع القرآن أيهما هيميل لي؟ ماذا لو تعرض مواقف خاصة بحقوق المرأة أيهما هيميل لي؟ ماذا لو تعرض مواقف خاصة بالخمر مثلا؟ يعني إحنا في بلادنا بنسيب الخمر على عنيهم عشان تشجيع السياحة أو حاجة زي كده، لكن في مفهوم ناس كتير جدا داخل المجتمع المصري والأمريكي هيقبل ده كده أساسا؟ شايف إنه ده شيء غلط وشايف إنه ده في ناس سلفيين بتفكر إن سبب اللعنات اللي جاي يعني
الضعف الاقتصادي والبتاع اللي جاي على البلاد نتيجة لأن هم بيتغاضوا عن الكازينوهات والخمر والحاجات زي كده. فالعقلية بتفكر إزاي؟ أنت لو في مواجهة مع رغم أن السعوديين نفسهم بيروحوا يعملوا الفرد يفعل ما يشاء، لكن هذا الشخص زي ما قال يعني الأستاذ مجدي لمس مثلا شخصية زي مرتضى منصور، ده شخص لسانه صليق معروف في كل القنوات ممكن يفلت بكلمات كثيرة جدا، لكن تعالي حطه مرتضى منصور أو حط أي شخص قدام مثلا في مواجهة مع مسيحي، في مواجهة مع حد بيلمس دينه مسلم قوي يعني مسلم 100% ويتكلم بآيات كثيرة وينطق آيات كثيرة قرآنية ويطالب بتفعيل الشريعة الإسلامية. فهذه المشكلة اللي مش الغرب مش قادرين يفهموها، أن المسلم مش بينفصل عن العقيدة الإسلامية، مش بيتفصل عن الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي متشبع به، الفكر الإسلامي يعني متوغل في داخله، مسيطر عليه، بيقوده. هنا لو اتحط في مواجهة، وأنا برضه أرجع أقول، لو اتحط في مواجهة قانون عام أو حق من الحقوق الخاصة بالمرأة أو خاصة بأي حاجة أو خاصة بالآخر، يعني هل مسموح بالتبشير في بلادنا الإسلامية والعربية؟ ده سؤال. لا طبعا، ما هو بيقول لك ازدراء دين، ده حاجه معروفه، قضيه ازدراء دين حاجه معروفه طبعا. يعني طيب هنا هيبقى ممنوع التبشير ليه؟ لا المسيحي مش هيبشر. ماذا لو رئيس مسلم وانت مش عارفه بقى خلفيته ايه؟ طبعا الرئيس واللي جواه ايه. اصل برضه مش بقصد كلام ضد المسلم، لكن في جزء في الكيان المسلم اسمه مبدا التقيه، اظهار شيء عكس ما هو موجود في باطني أو موجود في داخلي. أنا ممكن زي ما قال الأستاذ مجدي أترجم القرآن بطريقة أجذب بيها المجتمع الغربي وأقدم له كتاب يتوافق إلى حد ما مع ثقافته مع فكره، وألغي أو أستخدم عبارات في ترجمة مثلا الآيات اللي بتدعو للقتل، الآيات اللي بتتكلم عن المرأة وحقوق المرأة ومعاملة المرأة، أستخدم عبارات يقبلها الانسان الغربي. مش تحريف وحرام، تحريف 100%، تحريف 100%. اولا ازدراء ديان، اولا زي ما قال الاستاذ مجدي القران لا يترجم، القران نصا لا يترجم لانه لسانه العربي مبين، لسان العربي فصيح، فالقران نصا لا يترجم. واللي بيكلموا انجلش او لغات ثانيه هم بيتكلموا، هو مضطر بيعبدوا بلغه ثانيه، مضطر ان لما يصلي يصلي بالعربي، يصلي بالعربي. هل انت شفتي شخص ايا كان لغته بيصلي بلغه بتاعته؟ لا. او يستخدم معاني الكلمات بتاع القران عشان يصلي بيها، او يستخدم الترجمه الانجليزيه او الفرنسيه او ايا كان لغه للقران عشان يصلي بيها اطلاقا. هي مساله ان انا بحاول اقول للغرب انا الاسلام مش الفكره اللي انتم بتشوفوها في طالبان او القاعده او لا، الاسلام واروح لاعب بمصطلحات كتير جدا، مغير مصطلحات كتير جدا، مغير حتى في البخاري. يعني وصل التحريف مش في القران بس، وصل التحريف في البخاري، وصل التحريف في مسلم، وصل التحريف في كتب كثيرة جدا. فأنا بقول يعني الدستور يقول ما يقوله، لكن يبقى أن المسلم مش بتكلم عنه كإنسان، لكن أنا بقول أنه هناك تأثير قوي جدا من العقيدة الإسلامية، من الشريعة الإسلامية، من الفكر الإسلامي موجود على ذهنه. وإذا تعارض الأمرين، إذا تعارض قانون ما مدني، إذا تعارض قانون ما خاص بالأحوال الشخصية، إذا تعارض قانون ما يعني لو أنا بتخيل رئيس مسلم للمجتمع الأمريكي هيعمل إيه في تعدد الزوجات؟ يعني هيعمل إيه؟ القرآن بينص على كده، ده حق أصيل في الشريعة الإسلامية. ماذا سيفعل أمام تعدد الزوجات؟ لو رئيس مسلم وفي خطر مثلا على المجتمع الأمريكي من بلد إسلامية، ما هو موقف الرئيس المسلم؟ مشاعره من جوه إيه؟ أنا بشكرك على النقط دي. يعني وشفنا مثلا الشاب الأردني اللي في قاعدة من القواعد العسكرية قتل مش عارف 17 ولا قتل كان مش متذكر الرقم، في نزعة دينية موجودة في داخل مشاعر المسلم. ومسلمين كثير جدا لما يعني لو راحوا مع الجيش الامريكي في العراق او لا في حجز، هو بيوصل ده مسلم وبيوصل ده كافر، وهو لو في داخل الجيش الامريكي هو بيوصل الكتفه في كتفه كافر. صح. وده اللي مش قادرين يفهموه، مش قادرين يعني. انا اتمنى ان الحلقه دي تترجم والامريكان يسمعوها او توصل لاكبر عدد، يعني عدد من الامريكان، لان مهم جدا ان هم يسالوا نفسهم الاسئله الحقيقه. يعني انا عايز اقول وانا عارف ان في امكانيات ضعيفه لدينا هنا، الحلقات اللي فاتت اللي عملنا تقريبا 3 اجزاء او 4 اجزاء،
اللي هو خطر الإسلام على اللي عملناه مع حضرتك، وكان معنا الدكتور سمير. جالنا أكثر من تليفون وأكيد وصل اللي ناس طلبوا بترجمة الحلقات بالزبط. عشان وطلبوا بسيديهات. عايزة أقول لك إن الناس بتطلب إن إحنا نتكلم في المواضيع دي كتير يعني بالزبط. وعايزين سيديهات عشان يقدروا يقدموها لأصحابهم زمايلهم في الشغل. كذا واحد اتصل بي قال لي من لو سمحت لو نقدر نشارك معاكم في نفقات الترجمة عشان نقدر نوصل ده. وكان في حد ترك تليفونه في الكارما هنا، وأنا مستعد أشارك بترجمة الحاجات دي لأنه مهم جدا فعلا أنه اللي احنا بنقوله ده مهم ويوصل للمجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي اتثقف بطريقه معينه، اتربى بطريقه معينه وفاكر ان كل الناس بتفكر بطريقته. ما دي المشكله ان هو فاكر ان كل الناس زيه. هو يعني بينظر ان هذا الشخص يتكلم بالصدق، لا يخونه ولا يظن السوء فيه ولا يعرف ايه اللي بيدور جواه ولا يعرف الشريعه الاسلاميه ممكن هو فاكر انه انسان. هو بيتعامل معاه من منطلق انسانيته، بيتعامل معاه من منطلق القوانين اللي موجوده عنده. فبالتالي لما تيجي تقولي له حاجه معينه لا، يقول لك لا 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 انت كده يعني عندك الاسلاموفوبيا ولا عندك متعصب ولا لا، لا انت لازم يعني تفصل كده. المسلم مش فاصل الدين عن السياسه زي ما قال الاستاذ مجدي. المسلم بيشوف دينه دوله، مصحف وسيف، مصحف وسيف. وعندهم الشريعه دي حاجه قانون بيمشوا عليه، فهم عايزين يطبقوها دوله. دي مش قانون، متاسف ده مش قانون، ده امر فرض، كفرض الصلاه فرض ليه وفرض لغيره للبلد كلها للعالم كله الحاكميه لله للعالم كله. هذه الارض يراها المسلم انها ارض لله، موطنه. المسلم ياتي الى امريكا ينظر الى امريكا بحلم انه يرى في يوم من الايام ان علم لا اله الا الله وكمل الجمله موجود على البيت الابيض. ده نظره المسلم. جايز صدقني مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني احنا معانا تليفون هناخده ونكمل الحلقه. معانا الاسيس عادل ملك راعي الكنيسه الانجيليه في هانتون بيتش. اهلا بحضرتك يا اسيس، وسوري اخرنا عليك شويه. اهلا بيك يا امل. لا ابدا مفيش حاجه. طيب احنا عرضنا من شويه كان راي المرشح لرئاسه امريكا بين كارسون، واتكلمنا عن هيئه كير وقالت وزي يعني عايزه تتفاهم معاه، ويعني وزعت القران باللغه العربيه والانجليزيه، وكلمنا عن راي هيلاري كلينتون في وردها على سؤال هل ممكن مسلم يراس امريكا، وهي قالت ايوه طبعا رغم رفضها قبل كده لاوباما علشان كان من خلفيه اسلاميه. كل الحوار ده ايه رايك؟ ايه رايك في راي بين كارسون عن الاسلام وتوجهنا ازاي والمفروض ان احنا نشارك في الانتخابات، وتوجهنا لمين بالظبط ان احنا نشجع الكنيسه العربيه ان هي تكون تشارك في انتخابات اي مرشح لرئاسه امريكا؟ انا هقول لك طبعا رايي، وانا متفق في حاجات كتير معاه، ومتفق طبعا مع الاخ اندرو. اهلا بيك. هقول لك ايه الحاجات اللي انا متفق فيها وايه بعض الحاجات اللي هو شفته بعدين. على فكره قال حاجه مختلفه سنه عن اللي قالها، ما لغاش تماما هو اللي قاله، لكن بس رجع للدستور تلقى. نعم رجع للدستور الامريكي المفروض، يعني بس اجابه السؤال في الدستور الامريكي. برافو عليك. وده اللي انا متفق عليه، لابد ان الشخص اللي يكون رئيس، أنا شخصياً عايز أنتخب رئيس أعرف خلفيته ومدى انتمائه لدينه ومدى وضع الدين، هل فوق القانون ولا على العكس. وبالتالي أنا ما انتخبش مسلم بيحط الشريعة الإسلامية فوق الدستور أو القانون الأمريكي، لكن في نفس الوقت أنا ما انتخبش مسيحي برضه هيحط الكنيسة فوق الدستور أو فوق البلد، بمعنى إن يعني الرئيس ده ياخد تعليماته من البابا، أو زي ما حصل في العصور الوسطى كان الملك بيتلقى تعليماته من البابا، بما في ذلك على فكرة الحروب الصليبية. وكمان ما انتخبش شخص يقول لي إن هو من المورمنز وإنه يتعهد قدام كنيسته بكل اللي قاله جوزيف سميث من تعدد الزوجات وغيره وغيره، وفي نفس الوقت عايز يطبق القانون الأمريكي، لأن ده مستحيل طبعا. ما ده نفس فكرة المسلم
بالضبط كده، لان ميت رومني طب ما هو كان مرشح الحزب الجمهوري من اربع سنين مع اوباما مظبوط. لكن هنا عندي راي اعتقد انكم يعني الاخ اندرو انت هتتفقوا معايا فيه، انا رايي ان المشكله ما تبقاش في مين يعني ايديانت الشخص قد ما هي مين هو الشخص. وهضرب لك مثل حلو هيعجبكم انتوا الاثنين لانكم عارفين الناس اللي انا هتكلم عنهم. لو افترضنا ان ابراهيم عيسى او طارق حجي وهما الاثنين مسلمين عندهم الجنسيه الامريكيه ومولودين في امريكا ومرشحين للرئاسه، انا هنتخبهم لو ايه؟ لكن في نفس الوقت مش هنتخب واحد مسيحي دخل حزب النور وحتى لو كان عنده الجنسيه يعني شوفي انا بقارن بين اثنين، واحد مسلم وواحد مسيحي، واحنا وهذيك اتفقت غالبا موافقه يعني ان لو مسيحي دخل حزب النور وبرضه موجود في امريكا ومسموح لي انه يبقى في الرئاسه الامريكيه، انا مش هنتخبه، لكن هنتخب طارق حجي او ابراهيم عيسى. لكن لان ابراهيم عيسى مسلم فده مش معناه ان انا ما انتخبوش، ولا يعني ان قدامه شخص تاني من حزب النور مسيحي يعني من حزب النور لا معناه ان انا انتخبه يعني. وبالتالي في رايي انا متفق سنه مع الفكره مش ديانه الشخص قد ما هي مين هو الشخص. لابد ان احنا نعرف الشخص مين. وعلى فكره احنا خايفين يعني خوفنا كله من ان الرئيس الامريكي يبقى مسلم، مع ان الرئيس الامريكي في النظام الامريكي ما بيطبق هو ما بيحطش القانون، هو يطبق القانون. مين اللي بيحط القانون؟ الكونجرس بشقيه، الكونجرس والسنت. ايوه بس ليه دور يعني برضه وليه تاثير، ما احنا شايفينه اهو. ما انا هقول لك بقى الدور بتاعه ايه يعني. طب بس خلينا نتفق على حاجة ان الله نفسه ما هوش لا جمهوري ولا ديمقراطي على أوكي. انا مش بتكلم على جمهوري وديمقراطي، بس انا بتكلم على ممكن واحد من خلفية عربية او مسلم بيقول انا مسلم ويرأس امريكا. ويمكن الاخ اندرو قال اسباب كتيرة قوي لو اتحط فيها الرئيس الامريكي ده هيكون بيوجه الناس ازاي، او كان هيقول هاخد الفكره بتاعت الاخ اندرو. المشكله في رايي مش انه يعني انا على عكس اللي قاله بن كارسون في ناحيه ان الكونجرس مش مهم والرئيس مهم، اللي بيقول الكونجرس ده حاجه تاني، مع ان الكونجرس ده هو اللي بيحط القوانين. لو الكونجرس اغلبيته مسلمين دي هتبقى مشكله معايا. مشكله صح لكن الرئيس ده هو اللي بيطبق القانون، هم الثلاثة البرانشز بتوع يعني احنا نغير الكونجرس يبقى الكونجرس اهم شويه في وضع القوانين. لو حط الكونجرس الشريعه الاسلاميه هو القانون بتاع البلد دي خطر. طب هو مين اللي بيختار الكونجرس، او مين الكونجرس ده بيتكون؟ الرئيس بيبقى ليه يد في الموضوع ولا بيبقى ايه؟ ما هو ممكن يكون بيغير حاجه. هو الرئيس افترضي معايا ان الرئيس مسلم وما كانش ابراهيم عيسى ولا طارق حجي هو واحد من المسلمين ده افتراض يا جماعه لحسن يفتكروا بجد يعني انت بتشجعهم يجي انت يرشحوا نفسهم يعني اي هوب ان انا ما عايز مشاكل. لا ولا يهمك اتفضل. النقطه اللي انا عايز اقولها اللي دايما نفسي اللي هيفهمها اللي بقاله فتره طويله زي كده في امريكا، البلد دي دائت الويل عشان تاخدوا الحرية، بذلوا دمهم علشان ينالوا الحرية، وبالتالي ما فيش واحد هيجي يهدد حريتهم وهنقلقهم ساكتين. لو انت قضيتي انا بقالي 33 سنة في البلد دي، انا مستعد وانا عارف. ما عشان كده بنكلم حضرتك على فكرة، عشان بقالك 33 سنة في البلد عارفه ان انا الناس اللي بقى لهم فتره طويله هيقول لك انا افقد حياتي عشان ادافع عن حريه اولادي اهم من اي حاجه تاني. وعلى فكره اللي اتولدوا في امريكا بيبقى عندهم النزعه دي اكتر مني بكتير جدا طبعا. بس يعني عادل ده كويس قوي، بس لو هم مقدرين خطوره ان واحد مسلم يرأس امريكا، ما هم بيبقوا مش مقدرين دوت، هم فاهمين الاسلام غلط. ما الصوره اللي بتوصلهم زي ما كنا بنقول. عايز اقول حاجه للاسيس لو تسمح لي. اسيس عادل ربي يباركك.
هو المشكله اسيس عادل انه داخل الكنيسه ما فيش خطاب بيصنع نوع من العداء ما بين المتردد على الكنيسه والمجتمع او الاخر. مظبوط صح ولا لا؟ لا مظبوط 100%. المشكله بقى انه ممكن يكون الولد مولود هنا فعلا بس بيروح الجامع، المشكله في الماده اللي بتقدم داخل الجامع، انه هذه الماده بتفصله عن المجتمع، بتخليه ينظر للمجتمع بنظره تكفير، يعني يكفره، بيخليه ينظر للاخر بنظره يكفره، بيخليه دايما عنده شعور ان هو الافضل، ان هو حتى لو احنا داخل الكنيسه بنقول للناس انتوا اولاد الله، بس مش بقول له انت افضل من فلان او انت فوق فلان، لا انا بقول له انت قدام محبه الله زيك زي البوذي، زيك زي المسلم، صح ولا لا؟ لكن الاخر المشكله في الماده اللي داخل الجامع. يعني هو يتلقى اللي يتلقاه جوه المدارس ما عنديش مشكله، في المجتمع بيتعلم حاجات كتيره جدا عن الحريه ما عنديش مشكله، لكن في جزء اخر تاثير قوي جدا داخل الجامع ان بيقول للشخص ده لا انت مختلف، لا انت مسلم، لا ده دين الله، ودي عباره مهمه جدا، لا ده الدين الله، دين الله الحق، الدين الوحيد عند الله، الاخر ده هو كافر هو مشرك. فهنا بتبقى في حساسيه موجوده او شيء معين موجود داخل مشاعر المسلم تجاه دينه. فمتاسف ان انا قطعت حضرتك يا اسيس عادل. على فكره سوري يا امل، انا موافق مع الكلام ده على فكره، عشان كده صعب جدا انك انت تجيب حد زي الشخص اللي انت بتقول عليه ده اللي هو يعني نال تعليم اسلامي كافي انه يفصله عن المجتمع، وتقول له حتى روح الكونغرس، ده اغلب هو في واحد او اثنين بس في الكونغرس مسلمين. طيب ما هو في الكونغرس على فكره. بس انا هقول لك دول بلاك مسلمز، ودي المسلم الغربي اللي هو مختلف خالص عن الاسلام بتاع الكام. مش مضمون الحكايه دي. انا اتعاملت مع مسلمين امريكان شفت فيهم تعصب مشابه تماما للمسلم العربي او الجاي من بلاد عربيه. الفكر اللي هم قايلين مش ضد عليه يعني. مش ضد المسلمين، انا بقول انه في مشكله في العقيده بتخلي الشخص يعني بيتصرف كده بحسن النيه من عنده. بلا جدال، انا على فكره انا موافق معاك، وكل ما بدرس الاسلام اكتر كل ما بعرف انه ازاي واحد او بالذات الستات، لو واحدة مسلمة قالت كل التفاسير الإسلامية أنا مش عارف إزاي تقدر تستمر في الديانة دي. أنا ببقى بستعجب. أنا موافق معاك، لكن اللي بقوله إنه في ناس من المسلمين زي ما الأمثلة، أنا في واحد قريت له بعض الحاجات اسمه إبراهيم البليهي، الراجل ده مفكر سعودي، ده انا اتمنى أعرفه. من الايام ده راجل رائع جدا. انا باخد امثله على فكره، وانا عارف ان في امثله. انا اتقال لي في مصر زي اي حد تاني مسيحي، انت كل حاجه كويسه فيك الا انك مسيحي، ده منتهى الطعن. لا مؤاخذه مسيحي، لا مؤاخذه مسيحي. النقطه فانا عارف يعني انا قعدت في مصر فتره كافيه تخليني انا اتعلمت وخلصت جامعه هناك، فيعني عارف كويس قوي ويمكن الوقت بتاعي يمكن كان احسن من دلوقتي بكتير. يا سيس عادل، ده احنا مسيحيين ويعني ومتاثرين بالثقافه الاسلاميه لمجرد المجتمع اللي احنا عايشين فيه، يعني ما بالك يعني احنا تعليمنا وتربيتنا ومثقفين والجامعات اللي احنا فيها مختلفه، ومع ذلك احنا نفسنا متاثرين بالمجتمع الاسلامي اللي احنا عايشين فيه. انا موافق معاكي طبعا، ودي حاجات من اللي احنا بنلاحظها وعلينا في الكنيسه. بس انا هاخد حته صغيره من اللي قالها. ايوه انا بس عايزه اقول لك ما بالك بقى المسلم اللي قايم في الموضوع دوت، يعني فاهم؟ بلا جدال انا متفق على فكره، لكن انا بقول ان 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 يعني بدل الخوف اللي عندنا خلينا نحول الخوف ده لاوبورتيونيتي، لفرصه. اوكي. بدل اللي هي ايه بقى؟ انا بدل ما كنت ببعت مرسلين للشرق الاوسط لحد من 50 60 سنه، النهارده الناس دي جايه برجليهم على الكنيسه بقى دور فظيع. ده اللي بنقوله صح. فانا ده اللي متفق معاه، ان ده ما يخوفنيش قد ما اللي يحولني لواحد نشيط اكتر. انا عندي نشاط اكتر لان انا دلوقتي عندي فرصه رائعه. الناس دي جايه لحد هنا.
وعندي فرصة تاني ان البلد دي بلد حرية، فاقدر اكلم اي حد، محدش هتهمني بازدراء الاديان اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنها. ايوه بالظبط. طيب يعني لا يعني برضو. الخوف انه يجي في يوم من الايام يعملوا ازدراء اديان هنا. بالظبط يعملوا ازدراء اديان. وهيلاري كلينتون مره قالت الكلام ده بالظبط من فتره. واحنا دلوقتي عشان ما يعني ما نوصلش للمرحله دي، لان الوضع بيتطور بسرعه اكتر مما نتخيلها، ويمكن باقي الحلقه اللي جايه يعني ان شاء الله يكون في وقت يعني هقول يعني هتشوف معانا مدى الانتشار اللي بقى سريع جدا جدا، اسرع ما من اللي احنا بنعمله ده بكتير. يعني احنا لسه بنفكر، هم خلاص يعني الدنيا بقت بتزيد 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 جدا، وبقينا نشوفها وبنلمسها احنا بايدينا. الفكره بقى علشان احنا يعني انا بكلم دلوقتي الكنيسه العربيه، وبكلم كل واحد مسيحي عربي عايش في امريكا، وقدامنا فرصه ان احنا نشارك وننتخب وما نحطش نفسنا في الموقف دوت. مين الشخص اللي تواجهنا او احنا نعرف خلفيته؟ يعني حضرتك قلت نعرف خلفيه الشخص، ما انا ماشي انا شايفه بين كارسون هايل، بس انا اعرف خلفيته يعني مستقبل امريكا هيكون كويس، فهمني مش فكره هيطبق الكتاب المقدس ولا هيرجع للبابا، انا يعني مش شايفه دوت، لكن هي الفكره ده مش هيحصل يعني مش هيحصل طبعا، لكن الفكره على الاقل يكون عنده مش متعصب وعنده اخلاقيات وهيكون بيرفع البلد. تقول لنا ايه؟ انا موافق على الكلام ده، بس عندنا احنا للاسف الشديد، انت فاكره النقط اللي احنا اتكلمنا فيها من 4 5 شهور لما كنا بنتكلم وكان ضيفك الاخ اندرو برضو في الحلقات اللي احنا عملناها برضو عن الكنيسه تعمل ايه. انا متاكد النهارده الصبح انا قدرت اشوف شويه من في كان ما يسموهاش محاكمه، انا نسيت الاسم، الكونغرس كان جايب هيلاري كلينتون النهارده المساءله اسمها مساءله بالظبط، بيسالوها على بعض الحاجات الخاصه بنغازي، فاكره الحدث اللي حصل هناك بتاع القنصل بالظبط، السفير القنصل بدرجه سفير ومعاه 3 تاني الاربعه الامريكان اللي ماتوا، وبيسالوها. نفس المصريين يعرفوا الحاجات دي، نفس العرب يتفرجوا على الحاجات دي علشان يعرفوا حقوقهم ايه، وان مش هي مجرد ان حتى مرشحه لرئاسه الجمهوريه يبقى خلاص كل حاجه انتهت، لا دول جايبينها بيسالوها ان هي لما كانت وزيره الخارجيه ايه اللي حصل بالنسبه للنقطه دي، والكلام ده على فكره فات عليه، هي ما هياش وزيره خارجيه لمده ايه 3 سنين وشويه دلوقتي من هتكمل 4 سنين يعني بالظبط من وقت بالزبط. اوباما تقريبا الفتره الثانيه الفتره الثانيه كان نفسي يعني نفسي الناس تشوف اكتر وتعرف اكتر الثقافه بتاعت هنا، علشان المصطلحات اللي بنستعملها حتى في السياسه نعرفها ونقدر نشوف مين ننتخبه. يعني انا متفق مع انا اسمه ايه الاستاذ مجدي ايوه انه رونالد ترامب ده ما ينفعش، برغم انه مرشح حزب الجمهوري اللي هو اغلب المسيحيين العرب، ورغم انه قال نفس الجمله اللي قالها بين كارسون ان ما ينفعش يكون رئيس امريكا مسلم، بس عنده خلفيه اخرى بالضبط. لكن هي الفكره، ما احنا اللي احنا عايزين نوصله مش الفكره فكرة ان اي حد مش عايز مسلم يبقى هو ده اوكي يعني، لكن لا، في حاجات تانية جوانب تانية احنا بنبص لها المفروض ان احنا نكون بنختار على اساسها. مش عايزة كلام يعني. انا موافق على كل الحاجات دي على فكرة، بس انا ما عنديش الخوف ان بكرة for some reason انا مش عارف ايه، لان انا شريتي مع الامريكان الكبيرة لا يمكن هم هيختاروا حد يحدد من حريتهم، ده اللي انا يعني فاهمه يعني. طيب بصيص من الامل، بشكرك جدا يا اسيس عادل، شكرا ليك وشكرا لوقتك، وبشكرك لمداخلتك، ربنا يباركك يعني، شكرا لحضرتك. طيب احنا معانا تليفون تاني، وبعد التليفون هنطلع فاصل وهنتكلم بقى عن ايه اللي بيحصل او الواقع اللي احنا شايفينه. معانا الاخ هاني جاد السيد، اهلا بحضرتك يا اخ هاني. اهلا بيكي اخت امل، اهلا بحضرتك، مساء الخير عليكي، الرب يباركك على ميوزك الرائع في اختيار المواضيع. بشكرك، رب يبارككم، وبرحب باخويا الخادم الرب الاخ اندرو، وبشكر كل الضيوف اللي فعلا يعني اثروا الموضوع تماما. انا بس يمكن مش عايز اسبق الاحداث، بس على قلبي حاجتين عايز اقولهم. رقم واحد، ملحوظه صغيره بس،
في فكرة إن الشخص اللي يدير أمريكا يكون شخص مسلم. القصة مش في الشخص، بالعكس احنا المسيح علمنا احنا بنحب ونقدر ونحترم. طبعا ده ملوش علاقة، طبعا تمام، ده انا معاك جدا يعني. انا بس الفكرة اخويا اندرو علمني حاجة، دي يعني من اختباره الشخصي انا مديله ليا، بس هو بيقولها لي دايما، الفكرة مش في الفكر ولا فكرة كمان في التعليم، وان كان ده صعب جدا زي ما قال اخويا اندرو، لكن روح الاسلام الفظيعة اللي ملهاش حل، الروح نفسها، الروح مدمرة، الروح بتدافع على سفك الدم، روح القتل، روح النهب، روح ان هم خير امه اخرجت للارض والباقي عبيد، نظره الازدراء لاقل منهم للدين. فدي حته بس محتاجه ان احنا نوضحها، في بحيث ان احنا نبقى عمليين بالموضوع من كل زاويه. النقطه الثانيه اللي نفسي اقولها، اصعب حاجه يعني بيسموها الاكتشاف المتأخر. أصعب كلمة بسمعها مريض من دكتور يقول له أنت جيت متأخر، أصعب حاجة أن الكنيسة تكتشف متأخرة أن هي كان في إمكانها أن هي تقوم بدور كبير قوي. وإحنا عندنا مثال رائع النهاردة في مصر، صلوات اللي ارتفعت من الكنيسة والركب الساجدة والقلوب المنسحقة غيرت أمور كتيرة قوي. الصلاة تستطيع ما يستطيع الله. أنا بس بحاول أناشد من خلال برنامج الرائع، بقول يا جماعة عودة تاني لتيمساوس الأولى أصحاح 2 والأعداد الأولى، أن أطلب كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى وقار. محتاجين قوي الفكرة دي تترسخ، بس من فضلك يعني الرب يديكم نعمة أن يدفع على الأمر ده في أقل وقت ممكن. الناس تحط على قلبها أنها تقف في الصغر، وأنها الأرض اللي رب باركها، أن بدل ما تتسلب من العدو وتتسلب من أفكار تاني، أن احنا نقف في الصغر ونبقى رجالة كل واحد على مرصده، ولا نسكت ولا ندع الرب يسكت إلى أن يتم الأمر. الطريقة العملية أن احنا بنبث تشجيع لكل الكنائس أن تقوم مجموعات صلاة، بس أن صلاة مش صلوات سوري يعني إثارات المعتادة. الموضوع صعب جدا، محتاج زي ما قال برتيماوس الأعمى صرخ أكثر كثيرا. الموضوع محتاج صراخ لأجل أن الرب يقيم ويثبت هذه الأمور لمجده، علشان النور بتاع المسيح ونور الإنجيل يبقى واضح. لازم المسؤولية تبقى يعني يكفي حاجة اللي نفسنا نقف عليها، يكفي ما مضى. يعني أنا بناشد كل إخواتي المسيحيين وكل إخواتي اللي هم بيحبوا المسيح، كفاية سلبية، كفاية انعزالية، كفاية انهزامية. الانهزامية احنا أصبحنا في فترة من فترات منهزمين نفسيا ومنهزمين اجتماعيا، لكن جه الوقت ان احنا ناخد خطوات عملية ونقول يا جماعة احنا موجودين هنا على الارض عشان ننور، عشان نأثر، مش بانجيل السلام، بانجيل الحب، بالنور، بالصلاة. امين امين يا خهاني، ان احنا نجاوب الكلام ده. اشكركم يعني جدا، بشكر حضرتك جدا. لا خالص، اشكرك جدا لكلماتك الرائعه والمشجعه، واللي كمان بتفكرنا بدورنا الاساسي. طبعا احنا نكون بنصلي من اجل البلد ومن اجل الحكومات ومن اجل الرئاسه ومن اجل كل القصص دي، ودورنا الحقيقي في الصلاه، لكن كمان دورنا يكون بطريقه عمليه، وان احنا نكون بننزل وبنشارك وبنطلع من الجدار اللي احنا قافلين نفسنا بيه، ويعني نكون إيجابيين يا جماعة، يعني نكون إيجابيين. طيب قبل ما أطلع فاصل في تليفون تاني عن الشيخ أندرو، معانا الأستاذ مصطفى من الجزائر. أهلا بحضرتك يا أخ مصطفى. هلو. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. سلام سلام أخ أندرو. أهلا بيك، سلام، أهلا وسهلا. معكم الأخ مصطفى من الجزائر. أهلا بيك، نشرف بيك. شكرا 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 لك أخ عبدرو. أولا قبل كل شيء أود أن أقدم لكم شكر يعني على القنوات المسيحية التي أصبحت مدمن عليها، ليس أنا فقط، يعني شريحة كبيرة في الجزائر مدمنين عليها. علمتونا أدب الحوار، علمتونا المناقشة الأكاديمية، علمتونا أشياء عن ديننا كنا لا نعرفها وأصبحنا نخجل منها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للأستاذ مجدي خبيب، سمعت الآن يعني قال على ترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية، هو ركز
هو ركز على اللغة الإنجليزية. هناك كوارث في الترجمة بالنسبة للغة الإيطالية واللغة الفرنسية واللغة الفرنسية. يعني هو مترجم للإنجليش والإنجليزية كذا لكذا اللغة. في كوارث زي ما يقول الأخ مصطفى. تفضل. نعطيك مثال أخ أندرو. مثلا في سورة النساء، سورة النساء الآية الثالثة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بالظبط. يعني نحن نعرف اللغة العربية، عرفنا هي ممالكة اليمين، ونعرف كلمة الفرق بين النكاح والزواج. بالظبط. أوكي. نذهب إلى القرآن باللغة مثلا الإيطالية. الإيطالية في ماذا يقول القرآن؟ ماذا يقول مثلا؟ هذا مثال بسيط. ماذا يقول في اللغة الإيطالية؟ إستنتاج شارع إن جوست يعني كونفينتي ديلي أوفرانس يعني خدت من التعبير في الإيطالية. ماذا يقول؟ سبوزاتي. سبوزاتي باللغة الإيطالية هي تزوج وليس إنكحوا. هي تزوجوا وليس التعبير اللي جاي في القرآن إنكحوا. بعتذر تعبير النكاح تعبير لا يدل على الزواج. طبعا ما هو فعلا كده. النكاح ليس الزواج. النكاح هو ليس الزواج. النكاح ليس الزواج. يعني حضرتك مع رأي الأستاذ مجدي خليل إن هما مغيرين جدا في الآيات. نعم. لكن كمان أنا كنت عايز الأستاذ مصطفى يقرأ مترجمين إيه أو ما ملكت أيمانكم. يعني بالضبط مترجمين بملكة أيمانكم. في العربية ما هو ما معنى تفسير ملكة أيمانكم أخ عمرو؟ ملكة الأيمان اللي هي الخدامة أو اللي بتشتغل أو الأمة. أي حاجة بتطولهم إيديهم يعني. الأمة اللي مدفوع فيها فلوس. مثلاً. يعني مدفوع فيها فلوس أو كما نقول عبد الجنسية يعني. بالضبط. عبد الجنس. أما جنسية. هناك أخ إيطالي بعث لي صورة لمسلم يعني هو مسلم باللحية والتقصير ويتبعونه أربعة نساء، ونحن نعرف كيف الدول الغربية تعدد الزوجات أو البوليغامي مرفوضة عندهم يعني ممنوع تعدد الزوجات. أرسلت له الآية هذه من سورة النساء. ماذا يقول؟ بما ملكت الأيمان. ما سيتمت بأفير إن جوستي وإن خفتم ألا تعدلوا. الله رسيع أونا صولة أولا أونا صولة وإن خفتم ألا تعدلوا أونا صولة فواحدة أولي أنشالي كلي فوستري ديستري بوسيدونو. يعني على لي ما معنى يعني ما هو التفسير يعني أنشالي يعني الخادمة التي في اليد اليمين. قال لي لم أفهم هذا المعنى. يعني هذا المعنى لم أفهم. قلت أفهمت بأنه الأنشالي هم العبيد باللغة الإيطالية. العبيد الذين نملكهم يعني العبيد الجنسيين الذين هم ليسوا زوجات وإنما عبيد من جنس فقط من جنس. يعني قال لي هذا مذكور في القرآن. نعم مذكور في القرآن ومذكور أكثر منه في القرآن لأن الناس لا تقرأ ولا تبحث. بالضبط. لكن أخي مصطفى نقطة ثانية الأخ أندرو اتفضل. أنا كنت مسلم وكانت أكثر من 13 سنة يعني بدأت الشكوك وبدأت أبحث ويعني وأقارن خاصة المقارنة. ذكر مولد المسيح في الإسلاء في القرآن وفي الإنجيل. في القرآن في سورة التحرير من هذه سورة التحرير مثلا الآية رقم 12 مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه معلش نروح إلى الترجمة الفرنسية. الترجمة الفرنسية ماذا تقول؟ إماري la fille d'Imran, Mariam Bint Amran, qui a préservé sa sainteté et on a soufflé dans sa chasteté. Mariam Bint Amran
كي بريزيرفي سا سانتيتي التي احصنت قدوسيتها. تغيير كامل للمعنى. هم بيعتقدوا تغيير كامل لللفظ. تغيير الكلمة تماما. بيعتقدوا ان المسلمين مش بيعرفوا غير العربي، مش هيكتشفوا تزويرهم للقرآن. يعني انا بشكرك جدا يا اخي، يا اخي مصطفى. لكن انا كان عندي سؤال واحد يا اخي مصطفى. اخي مصطفى نناقش الموضوع ده عندك. اخي مصطفى يعني نقدر نناقش الموضوع ده؟ يا بس اتفضل. عشان اخ اندرو اخ اندرو يعني النقطه هذه القادمه، فنفخنا في فرجها، يعني نفخنا في فرجها لغه بذيئه وعيد حتى ان نقول من المشاهدين. كيف ترجمت في الفرنسيه؟ يونا سيكلي دون سا شاستيتي. لا شاستيتي اخ اندرو بالفرنسيه هي العفه التي احصلت عفتها او قدسيتها. يعني عكس المعنى. ده ما فيش ارتباط بالمعنى. لكن اخ مصطفى بس عشان وقت الحلقه، اخ مصطفى عشان وقت الحلقه، هل بعد رحلتك في البحث هل قبلت المسيح مخلص شخص لحياتك؟ اقول لك الصراحه يا الاخ اندرو، انا ان خيرت، ليس ان خيرت وانما اختياري. انا لدي الاناجيل، عده اناجيل بالايطاليه وبالفرنسيه وبالعربيه. احب ان اطلع وان اكتشف وان حتى اتحاور مع اصدقاء من خاصه من ايطاليا وفرنسا. يعني عندما نقرا الاناجيل، يعني اطلب من المسلمين فقط ان يقراوا الموعظه على الجبل، يذهبوا ويقراوا الموعظه على الجبل. انا سؤالي مباشر يا اخي مصطفى. هل قبلت المسيح ليك انت بصفه شخصيه مخلص شخص لحياتك؟ لكي انا هذه المقولات المسيحيه لم افهمها بعد. يعني طيب ممكن النهارده اخ مصطفى النهارده المسيح بيحبك، النهارده المسيح سمح ان انت تشارك معانا في الحلقه، والمسيح النهارده هو واحد في كل اللغات، واحد في كل الكتب، في كل الاناجيل المترجمه، هو شخص واحد، هو كلمه الله الازلي الذي تجسد وراينا فيه مجد الله، وجاء ليبذل نفسه على الصليب لاجل كل شخص فينا. هل تصلي معايا النهارده وتبدا من اللحظه دي بدايه جديده مع المسيح، وتطلب المسيح يكون هو مخلص شخص لحياتك؟ ممكن تصلي ورايا اخ مصطفى؟ اخ اندرو لدي سؤال، ان اجبتني عليه ساصلي معك. اتفضل. عندما يقول الانجيل هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هكذا ونحن في الإنجيل كل العباد يصفهم الله أبناء الله. يا أخ مصطفى رائع جدا السؤال ده، مع أنه خارج موضوع الحلقة. في فرق بين الإبن. أنا عارف سؤالك، عارف سؤالك يا أخ مصطفى، صدقني عارف سؤالك. لا أخ أندرو، أنا أعرف أن أولاد الله ليس أولاد الجنين، أو المسيح ابن الله ليس ابن الجنين. يعني لا، مش بقصد ده يا أخ مصطفى، مش بقصد، ما كنتش أقول الكلام ده. المسيح ابن الله بنوة أزلية، بنوة منفردة، لأنه كلمة الله الأزلي، عشان كده قال عنه الابن الوحيد بصفة شخصية، صفة تربطه بالأزلية، صفة تربطه أنه هو الله الظاهر في الجسد. لكن نحن وشعب اليهود، أو شعب اليهود كانوا أولاد الله بالتبني، فكان يطلق على شعب إسرائيل بصفة كاملة أن هم أبناء الله، مش بصفة فردية. الملائكة بصفة كاملة عن الملائكة أنهم أبناء الله، مش بصفة فردية. أنا كمؤمن الآن من خلال المسيح حصلت على التبني، لقب. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، ده لقب أنا حصلت عليه بنوة بالتبني. بالتبني يعني الله تبنانا من خلال إيماننا بالمسيح. لكن بنوة المسيح علاقة خاصة جدا، علاقة روحية. بنوة المسيح بنوة أزلية. لماذا؟ لأن المسيح وكلمة الله، وكلمة الله هو شخص الله. الكلمة ليست منفصلة عن ذات الله، لكن الكلمة هي نفسها، هي ذات الله. الكلمة هو الله، وده بداية إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. بص التعبير اللي جاي، وكان الكلمة الله. لهذا المسيح من جهة أنه صار موجود قدامنا،
فهو ابن الله لتميز أقنومه، لكن ابن أزلي بيختلف عني وعن إسرائيل وعن الملائكة وعن آدم وعن كل بشيء، ابن أزلي. عشان كده أن يطلق على المسيح ابن وحيد، ابن وحيد من جهة أزليته، من جهة لاهوته، من جهة تفرده أنه كلمة الله. يطلق علي أن أنا ابن الله من جهة إيماني بالمسيح فنلت التبني. يطلق على البشرية كلها أن أولاد الله من جهة الخلق، لأن الله هو اللي خلقنا، فنحن من الله، مصدرنا من الله. يبقى انا جاوبتك على السؤال اخ مصطفى. تصلي معايا بقى، يا ريت يا اخي مصطفى عشان الحلقه تخلص يعني. صلي ورايا الصلاه دي، والنهارده يبقى لك نصيب مع المسيح في الابديه. هذا بالضبط ما توصلت لنتيجه، بان الفرق بين ابن الله وحيده هو انه السيد المسيح لديه طبيعه الهيه التي ليست لنا نحن. بالظبط، هو وحيد لانه كلمه الله. بالظبط، صلي بقى ورايا يا اخي مصطفى، صلي ورايا، قول له يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع يا مسيح، انا النهارده بقبلك مخلص شخص لحياتي، وبدعوك الان وفي الحين انك تسكن قلبي، أنك تفتح قلبي تسكن فيه وتمتلكني. بقبل عمل فدائك، وأقبل عمل فدائك، وموتك على الصليب لأجلي وقيامتك من الأموات. بعترف بيك أنك الآن ربي ومخلصي. آمين. مبروك عليك يا أخ مصطفى. مبروك عليك. شكرا. وأترك تليفونك وهنكون على تواصل بنعمة ربنا. أنا بشكرك لمداخلتك، ويعني أي حاجة هتحتاجها من الأخ أندرو، وفي برنامج هو بيقدمه كل يوم جمعة، أنا مش كافر. أهلا يعني. خد له وقت طويل. وشكرا جدا. أتبع برنامج مش كافر كل جمعة. طيب أمين. حلو قوي، وربنا يباركك ويكمل معاك طريقك والبداية اللي أنت ابتديتها. ربنا معاك. نقطة أخيرة أخ أندرو، أبشرك بأن هناك موجة كبيرة في الجزائر وفي شمال أفريقيا من أمين. هنتكلم مع بعض على تليفون يا أخي مصطفى. ربنا يباركك. نشكر ربنا، بس يعني بشكرك. شكرا ليك، واللي بيقوله ده بيدي أمل. حتى لو إحنا ما قمناش بدورنا وقفلنا علينا بابنا وفضلنا في سلبيتنا، لكن ربنا بيشتغل أكيد، وإحنا اللي بنخسر. فيعني أنا في الوقت الحلقة يا أنا سبتك براحتك، يعني حسيت إن الموضوع الحلقة بقت أنا مش كافر أقول برنامج يعني، بس إتس أوكي عشان خاطر الأخ مصطفى، وعشان طبعا دي خدمتنا وأساس خدمتنا. هو في حاجات كان بيقولها، أنا مش عايزة أدخل في تفاسير لكن هو أو يعني هو أثبت صحة كلام الأستاذ مجدي خليل، لأنه هو أساسا من خلفية إسلامية، وعلشان بس يعني هو دارس قارئ جيد للقرآن واضح عليه، وبيعرف اللغة الإيطالية وبيعرف اللغة الفرنسية، والراجل كان بيتكلم الاثنين، إحنا اللي مش فاهمين، لكن هو فاهم هو بيقول إيه وبيفسرها بالطريقة العربي. فده دليل على إن هم بيغيروا في القرآن علشان يتناسب هدف معين بالمجتمع اللي هم للمجتمع يقدموا الإسلام بحسب ثقافة المجتمع اللي هم بيتواجدوا فيه. بالضبط. طيب احنا يعني عايزين نخلص النهاردة بيز، فهنطلع فاصل، والوقت اللي جاي انا هتكلم، يعني احنا اتكلمنا عن هم بيعملوا ايه في مصر مع المسيحيين، بكلم عن اتكلمنا عن كمان دلوقتي الوضع قدامنا فرصة والانتخابات، وفي بعض الأمريكان عارفين حقيقة الإسلام وإيه خطورة إن احنا نسكت وما نشاركش بدورنا. الوقت اللي جاي هتكلم عن تطور انتشارهم بشكل رهيب رهيب. هنطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل حلقتنا. ده لما كان المذيع يوسف الحسيني في نيويورك، هنشوف إيه اللي حصل. يلا يا ولاد.
الموقف اللي حصل ده في نيويورك واللي اعتدوا على يوسف الحسيني دول اخوان مسلمين. مش بس كده طبعا، يعني شوف كترهم وشوف وجودهم في مكان اول ما دخل في المطار ولا من المطار، يعني موجودين في كل حته. هعرض عليكم صوره دلوقتي. الصوره دي صوره عربيه ماشيه في شارع من الشوارع اللي احنا بنمشي فيها. ده حد زميلي شافها. لو تتكبر الصوره شويه، ما اعرفش امكانيه دوت، بس الصوره عليها علامه رابعه. الصوره عليها علامه رابعه. ده في السيتي اللي احنا عايشين فيها. الصوره عليها علامه رابعه. ايوه بشكرك جدا. الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها على طول، دول ثلاث محجبات نازلين من العربيه اللي كان عليها علامه رابعه. الصوره اللي بعدها صوره واحده منقبه، لا اللي قبل دي، ايوه دي واخده اي دي في كندا، منقبه واخده اي دي في كندا، ليها بطاقه. الصوره اللي بعدها صوره كنيسه قريبه مننا برضو. دي كانت كنيسه. يا ريت تقلب الصور. انا عايزه صوره الصليب. ايوه دي كريستيان حاجه تشيرش، كوميونيتي تشيرش. انا مش شايفه كويس. اوكي الكنيسه دي، ايوه والصليب اهو، دي كانت كنيسه وبنشوفها. بعد فجأة كده، فجأة اكتشفنا أو شفنا يعني الصليب اختفى والصور اللي موجودة دي تغيرت وبقت جامعة. أنا مش عارفة دي بتتعرض، دي على الفيسبوك هتلاقيها. اتبرع بدولار واحد هتقدر تساهم في تحويل كنيسة لجامع، يعني ان انت ان احنا ان هم يشتروا كنيسة يخلوها مسجد، يشتروا كنيسة يخلوها مسجد. دلوقتي كمان المخرج بيقول لي حاجة غريبة جدا جدا. الحاجة دي ان هو على الايفون في صور اللي هو الفيس والسمايل فيس والحاجات دي، زودوا عليها صورة الكعبة. اي بشكرك جدا. صورة الكعبة اهي والجامع جنبي، والجامع على الايفون. يعني انا مش عارفه ده اللي هو الابديت الجديد او ده الجديد على الايفون، وممكن بنفسكم تشوفوا. الموضوع بيزيد بينتشر وبقوا متطورين. لا هي المشكله في كل مكان. المشكله تركيزهم على ان هو يحول كنيسه الى جامع. طبعا لولا انه في خلفيه عنه او في فكره او مخطط. طيب ما انت ممكن تشتري ارض، انت ممكن تشتري مبنى تاني، انت ممكن تعمل اي حاجه. لكن ليه دولار انك تحول الكنيسه الى جامع؟ يبقى انت في خطه معينه بالزبط انت ماشي فيها، عشان يعني كده احنا بنتكلم عليك. تخيل لكن لو انت جيت اشتريت مثلا بنزين حولتها لجامع، انا ما عنديش مشكله، اعمل ان شاء الله تعمل. لكن انت تركيزك على الكنيسه تحولها جامع. والعربيات اللي عليها علامه رابعه اللي احنا شايفينها، يعني تخيل في امريكا والمنظر، المحجبات، ومش عارفه مين بيقول لي معايا واحده منقبه في المدرسه منقبه. يعني التطور الرهيب ده، يعني هم عايزين يوصلوا لايه بسرعه؟ هو في خطه بماشيين فيها بينفذوها صح. في عوامل كثيره جدا لانجاحهم. عندهم يعني امكانيات ماديه كبيره. حاجه ثانيه عندهم توحد تجاه الخطه بعكس التفرق اللي موجود عندنا. عندهم خطه، متكاتفين، متوحدين، ماشيين في تنفيذها، عندهم حماس ليها، عندهم جديه في تنفيذها، عندهم تمويل وفلوس. يعني انا شايفه ان اتكلمنا عن كنيسة الامكانيات، كل كنيسه بتتعرض للبيع هم بيقدروا ياخدوها بالظبط. يعني مستعدين يدفعوا ارقام كبيره جدا. لكن احنا نستفاد ايه؟ احنا نستفاد ايه؟ لا قبل ما احنا نستفاد ايه، تخيل بقى حضرتك الكنائس اللي بتتباع اوكي وبتتعرض للبيع وهم بيشتروها مع الرئيس يكون مسلم، هنوصل لفين؟ هيبقى في كنائس اصلا؟ انا بتكلم في ده ان هم عندهم خطه. وهل هم مش بيحلموا فعلا ان يكون رئيس امريكا مسلم؟ طبعا. ومش اي مسلم طبعًا. ومش اي مسلم. هم النهارده مسلم. بيربوا جزء كبير جدا من الاولاد المولودين. واللي بنشوفه ده مش اي مسلم يا ده مش بس كده، هم بيركزوا على الاولاد المولودين داخل المجتمع الامريكي ويركزوا على تربيتهم. يعني في مقوله سمعتها: اذا اردت ان تغير مجتمع استلم
الأطفال لمدة 10 سنين. وده اللي بيعملوه، وده اللي عمله هتلر لما غير المجتمع الألماني زمان، وده اللي هم بيعملوه. إن أنا بركز على الأولاد المولدين داخل المجتمع الأمريكي، بسيبه يندمج مع المجتمع عادي، لكن أنا بشربه إيه؟ لأن أنا عندي طموح إنه المليون ولد المسلم اللي بيتولد مثلا، أو الألف ولد مسلم اللي بيتولد، أنا بحلم إن في يوم من الأيام هيكون منهم رئيس لأمريكا. طبعا هو ده الحلم اللي عنده. طبعًا. عشان كده هم ماشيين في خطة بينفذوها. احنا اصواتنا تعلى، احنا ننزعج، احنا نعمل برامج، احنا نتكلم، لكن على ارض الواقع احنا ما عندناش تأثير. لا. لان سبب اسباب كتيرة جدا، احنا مش حاسين بالخطر. مش حاجة تانية، هربانين من الاضطهاد، وجاي انا عايز اعيش لنفسي. الكنائس وعدم التوحد، هاي عوامل كثيره جدا احنا ناقشناها في حلقات قبل كده. ده اللي بيدل ان احنا سايبين لهم الملعب. هم عندهم يعني انتشار في اماكن كثيره جدا، في المدارس عندهم انتشار، في العمل العام عندهم انتشار، العمل الاجتماعي، سوبر ماركت عندهم انتشار كبير جدا في مجالات كثيره جدا احنا غايبين عنها. ده صحيح، احنا مش موجودين، احنا مقامشين داخل الكنيسه. يعني داخل كنيستي احنا متقوقعين. طيب يعني هو معانا تليفون بس متفضل. في فيديو انا هعرضه الاول، الفيديو ده الاسيس روسي بيتكلم عن انتشار الاسلام وموقف المسيحيين، هو روسي وبيتكلم اللغه الروسيه بس مترجم. هنطلع نشوف الفيديو ونرجع على تليفون الاسيس اشرف. На крест не очень много желающих идти. Больше склонны к тому, чтобы отдыхать. Поэтому мы вместе с Европой вымираем. Скоро все будет, это мусульманский мир. Я хотела спросить, в Москве тоже, если ходишь и на метро едешь, очень много из среднеазиатских бывших республик. Да? Это наше будущее, как и в Европе. Если уже говорят, через 5 лет самое первое имя Великобритании будет Мухаммед, уже сейчас оно второе после Джейкоб. На первом месте Яков, вот Джейкоб, а на втором месте Мухаммед. То через 5 лет уже по статистике говорят, что будет Мухаммед, а Джейкоб будет на втором месте. То же самое в Брюсселе. В Брюсселе уже мусульман живет 49% населения. У них побольше детей, большие семьи. Да, у них, они любят детей, они воспитывают их. И в Берлине скоро будет 70% мусульман и 30% немцев будет пожилых. А в Москве пенсионеров. Как? А в Москве? И в Москве так будет. Таджики будут, узбеки. Христианская нация, потому что они вместо того, чтобы идти в церковь, идут на футбол, идут на поп-концерт, а им придется эту всю территорию отдать мусульманам. Поэтому я счастлив, что я уже старый человек, я до этого не доживу. Потому что я вот посещал Турцию неоднократно и видел, что осталось от Византийской империи христианской. Осталось несколько памятников. И вот на территории Европы тоже останутся несколько памятников. Из некоторых сделают мечети неплохие. Вот. А так Европе ей конец. Именно потому, что отказались от своей веры. Поэтому будущее. Мусульмане скупают недвижимость очень активно. И, в общем, так они умные, образованные. Так что будущее за ними, у них по много детей. ده فيديو لأسيس روسي زي ما أنا قلت، وإحنا بنتابع معاكم اكتشفنا إن الترجمة واحد مسلم علشان كاتب بعض الاصطلاحات زي النصارى، زي البيزنطية. في اكسبريشنز كده هم بيتكلموا، في تلاعب بالفكرة. بالظبط، هي الفكرة في جزء منه صح على فكرة، انتشارهم وانتشارهم في أوروبا وفي ألمانيا، وعشان بيخلفوا كتير، وعشان عندهم خطة، وعشان
وعشان هم ما اعرفش الذكاء شكل الذكاء ايه، بس ده دينهم وده توجيههم ودي رسالتهم ودي خطتهم ان هم يملكوا على العالم كله، وان محمد يكون هو الاسم الاول ويكون الاسلام هو دين العالم كله، مش دين مصر ولا السعوديه ولا البلاد اللي هم اصبحت اسلاميه يعني، لكن يبقى دين العالم كله. على الناحيه الثانيه ليه هم ليهم خطه وبيجتهدوا، لكن المسيحيين او زي ما اترجم النصارى لانها ترجمه مسلمه، المسيحيين مشغولين بلعب الكوره والميوزك وحياتهم ودنيتهم زي ما احنا كنا بنقول. معانا دلوقتي قسيس اشرف كامل على التليفون، هو يعني الو. اهلا اهلا بيك اختي، اهلا بحضرتك يا حضره قسيس، اهلا بيك في برنامج من الحياه، واهلا بحضرتك. وحضرتك شفت معانا الفيديو او على الاقل التعليق اللي انا قلته على الفيديو اللي اتقدم دلوقتي للقسيس الروسي، وايه راي حضرتك في كلام اللي قاله ده؟ مبسوط اكون معاك يا اختي امل والاخ عندي، كمان اهلا بحضرتك، شفتك قابلت الاسبوع اللي فات في كاليفورنيا ومبسوط جدا اكون معاكم. اهلا بحضرتك، ربي يبارك. الحقيقه يعني الزياد الاسلامي موجود في امريكا الحقيقه حاجه يمكن الامريكان نفسهم مش واخدين بالهم منه، وزي انا مع الاخ اندرو لما قال ان هم ماشيين باستراتيجيه مرتبه منظمه دقيقه مموله، وفعلا المجتمع الامريكي يحس ان هو في غفوه نايم ويصحى يبقى توليت زي ما اتقال في البرنامج قبل كده. والحقيقه انا يعني في بعض الاحيان بتتيح لي الفرصه من بعض الكنائس الامريكيه بروح واتكلم معاهم وبحاول اوضح لهم بعض الحقائق الموجوده، والحقيقه هم بيزهدوا منها. فالحقيقه ساعات بذكر عدد الجوامع اللي موجود في بعض الولايات، فمثلا بقول لهم ان فلوريدا فيها 185 جامع. كاليفورنيا يعني بقى اسيس اشرف، كاليفورنيا عشان احنا بنشوفهم في كل حته. كم جامع؟ الحقيقه كاليفورنيا انا برضه عايز ان الاعداد اللي قالها دي يمكن حاجه من حوالي من سنتين ثلاثه يعني زادت. يعني زادت بس اسمها الرقم. حاليا فيها 250 جامع. دي صوره ده في كاليفورنيا في لوس انجلوس على فكره، وده في الشارع، والمنظر ده كان اول مره نشوفه في الداون تاون. فيا اسيس بيصلوا في الشارع، في الشارع قفلوا الشارع وصلوا في لوس انجلوس وبيصلوا في الشارع، يعني المنظر ده كان في نيو جيرسي لكن اول مره بصراحه نشوفه في لوس انجلوس. اتفضل اتفضل حضرتك، سوري ان انا قاطعت حضرتك. لا لا ابدا، المهم احنا نعرف كده برضو. فمثلا كنت بقول لهم زي ما بقول لحضرتك في كاليفورنيا في 250، وفي نيو جيرسي في 140 في جامع، في تكساس في 166 جامع. فالحقيقه الجوامع بتزداد بصوره خياليه كل سنه. وسمعت اخر احصائيه بيقولوا ان من سنه 2000 ل 2015 عدد الجوامع زاد بنسبة 74%. فليك حسبت أخي، أنا مش ده أكتر من الضعف. بالضبط، فيعني أكتر بالضبط، أكتر زي ما هو حسب أكتر منه الضعف. فطبعا أنا كمان بتخيل إن الأيام دي بيزيد أكتر وأكتر. طبعا فالحقيقة أنا كمان دايما أقول نقطة مهمة، إن الجوامع دي حاجة مش حاسبين الإسلاميك سكولز المدارس الإسلامية، مش حاسبين الارابيك ستورز اللي هو ايه ده، هو يعني في مدارس اسلاميه طبعا في مدارس اسلاميه جرسي. وانا زرت اثنين ثلاثه منهم، مدرسه اسلاميه بالكامل بالمدرسين، حتى الامريكان موجودين هناك بالناظر بكل حاجه، مدرسه اسلاميه كامله موجوده. انا رحت شخصيا زرت واحده في كولومبيا في ميزوري. فعايز اقول انه انا برضه ارجع تاني اقول احنا مش حاسبين المدارس، مش حاسبين الستورز اللي هم الدكاكين يعني الاسلاميه اللي طبعا بيقدم فيها برضه القران وقدم فيها بعض التعليم. الحاجه اللي حابب تستغرب لها برضه انه في بعض الجامعات النهارده بتحاول تدرس اللغه العربيه. ويعني مع الاسف اقول للاسف يعني انه بيجيبوا المدرسين المسلمين. فاللي بيعملوا ايه بقى؟ بيديهم المناهج الاسلاميه، فبيدوهم اللغه الاسلاميه وبعض المفاهيم الاسلاميه من خلال تعليم اللغه العربيه. انا الحقيقه انا معايا ماجستير الحقيقه، وكان قدمت عشان ادرس لغه عربيه في بعض الجامعات بغرض مش التدريس اللغه العربيه، لكن بغرض عشان اعلم الحاجه الصح. فمثلا هم يعلموهم في السلام بدل اهلا وسهلا او كده، علموهم السلام عليكم. السلام عليكم. بالظبط. وهكذا يعني اللي هي بعض المصطلحات وبعض المصطلحات الاسلاميه.
فكل ده بيبقى فيه نوع من زحف إسلامي رهيب. في أنا بنتي في مدرسة في الهاي سكول عندها 2 مدرسين مسلمين، عندها 4 أصحابها في الفصل مسلمين. فأنا عايز أقول في زحف في جامعة مشهورة في كاليفورنيا في آسيا في فلوريدا اسمها USF، والجامعات الثانية مدرسين البروفيسورز بتاعتهم مسلمين. فعايز أقول النهاردة لما الإسلام حاطت إيديه على المساحات دي بنوا فيها الجوامع وعلى التعليم وعلى المدارس وعلى الجامعات، ففي زحف شامل كامل بطريقة منظمة في أمريكا كلها، وده حاجة خطيرة جدا. طبعا طبعا. طيب احنا نعمل ايه يعني؟ الموقف من وجهة نظر حضرتك والموقف بيزداد صعوبة، وزي ما حضرتك بتقول في زحف، حضرتك بتقول في فلوريدا احنا شايفين الزحف واصل لغاية عندنا بصورة رهيبة، ويمكن من الوقت اللي يا خاندرو اللي عملنا فيه الحلقات لدلوقتي الموضوع اتطور وزاد جدا جدا اكتر من اللازم يعني. يعني الصورة بتغمق بالنسبة لنا، فيعني احنا خايفين على الكنيسة وخايفين على المجتمع كله، يعني هيتقلب هيتحول. فيعني نعمل ايه او نقول ايه للكنيسة العربية المسيحية، او احنا دورنا يعني من وجهة نظر حضرتك نعمل ايه؟ انا الحقيقة كان لي الشرف اقابل الاخ اندرو في كاليفورنيا وقعدنا نحكي مع بعض شوية. انا الحقيقة لي نظرية، يعني احنا عرب عايشين في امريكا، فاحنا لازم نلتحم مع الحضارة الامريكية والكنائس الامريكية. لكن للأسف معظم العرب بيجوا يعملوا كنائس عربية ليهم، يقعدوا يعني يعيشوا مع بعض، يزوروا بعض، يعني ويبعدوا عن الأمريكان. أنا بقول إحنا مش هنقدر يعني نخوض هذا الموقف لوحدينا، لكن لازم يكون معانا الأمريكان، لأن إحنا دي بلدهم. فمش هنقدر نعمل زي بالضبط ناس أمريكان جايين عندي في مثلا في مصر أو في الدول العربية، مش قادر يعملوا حاجة من نفسيهم unless لما يتحدوا مع يعني لازم نعمل حاجة من خلال الأمريكان أو علاقتنا بالأمريكان والكنيسة الأمريكية. ده من خلال كده أنا بقول لازم نتحد مع الأمريكان. لازم إن إحنا نحاول نلاقي بعض الـ يعني الامريكان اللي يدعموا مثلا زي خدمه حضرتك في الاذاعه وخدمه الاخ اندرو، تبقى الحاجات دي مترجمه بالانجليزي، نطبع حاجات كثيره بالانجليزي تتوزع في الكنيسه الامريكيه، نعمل يعني صحوه في الكنيسه الامريكيه نوريهم خطوره الامر. فالحقيقه لازم تخش يعني اللغه الانجليزيه، لازم تخش الانجليزيه، لازم تخش في كل البرامج وكتاباتنا وحاجاتنا عشان نتحد مع الكنيسه الامريكيه ونقدر نعمل حاجه مع بعض. ده صحيح. قسيس اشرف يعني بشكرك، عندك سؤال للقسيس اشرف او حاجه؟ عشان انا لا يعني انت راجل يعني متعامل او محتكم مع الكنيسه الامريكيه، تنصحنا بيه يعني مش بس ان احنا نلتحم بيهم، ايه اللي نقدر نعمله احنا كعرب فاهمين اكتر منهم شايفين الخطوره؟ يعني هل نكلمهم عن الاسلام ولا ده هيوقفهم مننا بالظبط، ولا ده يخليهم يبصوا لينا بنظر ان احنا متعصبين ولا ايه؟ العقليه الامريكيه ازاي نتعامل معاها؟ الحقيقه العقليه الامريكيه، لان انا الحقيقه بدي يعني في المرض كثيره معظمها يعني 95% اساسا الكنائس الامريكيه، هم يحبوا ان احنا نشوف ان احنا بنقدم المحبه للمسيح، زي ما قال اعتقد الاسيس عادل، اعتقد الاسيس عادل انه يعني هي مش عمليه ان احنا نخوفهم، لكن نقول لهم ان دي opportunity. فانا دايما اقول ان هم يعني بالانجلش بنقول اتس نوت ا تريك لكن opportunity، فلازم بنقول لهم ان دي فرصه ان احنا يعني نوصل للناس دي، وزي ما اتقال الناس دي جات لنا لحد هنا. فالعقليه الامريكيه ما تحبش الهجوم، ما تحبش النقد، لكن قدم لهم ان دول ناس محتاجين للمسيح، وده حقيقه. فاحنا بنحاول نساعدهم بكده، زائد ان هم على الحقيقه ما يفهموش كتير في الكالتشر، ما يفهموش كتير ازاي يعني. عشان كده انا حتى دايما بقول لهم في النظر بتاعتي احنا وتيتش تو ريتش، احنا مش قصدنا ان احنا جست يعني تو تيتش ان احنا نعلم، لكن كمان تو ريتش، لان احنا يهمنا ان هم يعرفوا المسيح. احنا مش بنحارب اسلام او بنحارب ناس، لكن احنا عايزين الناس دي تعرف المسيح. فعشان كده يمكن دي الطريقه اللي احنا نوصل بيها للمسلمين. الحاجه الثانيه بسرعه عشان وقت البرنامج، يعني انا بشوف الخطوره الكبيره، يمكن شاركت الاخ عمرو الاسبوع اللي فات بالكلام ده، الجيل الثاني دي المشكله.
الشباب. اولادنا اللي اتولدوا هنا او هم صغيرين واولادهم اللي عارفين القانون الامريكي كويس بيتكلموا انجليزي بطلاقه اللي فاهمين الكالتشر في المستقبل هيبقوا جزء من الكيان الامريكي. والحقيقه بقى الكنيسه الامريكيه في الوضع ده هتقابل المسلمين الامريكيين الجيل الثاني بعد ما بيكبروا ودي بتبقى مشكله كبيره. علشان كده لما بروح كنيسه امريكيه بقول لهم انا عندي استعداد ادي السيمينارز ديت للكولج ستودنتس والهاي سكول ستودنتس عشان يعني نحن تيكويب ذم نعدهم يعني ان هم يقدروا يكون يردوا على الاسئله اللي بتيجي من اخواتنا المسلمين. طيب بس يعني من وجهه نظر حضرتك المسلم الامريكي والجيل الثاني هل هو يعني ده امريكي بس هو بيقول الاخطر ده ده إيه الاخطر بقى فيه هل برضه لسه يعني متبرمج ما بيتشرب من الجامعه يعني هو شايف ان هو برضه متعصب او الفكر الاسلامي مسيطر عليه بدون شك. انا مع الاخ اندرو تمام ان هو متشبع بالفكر الاسلامي البنت بتبقى موجوده اصحاب بنتي في المدرسه اولى ثانوي ثانيه ثانوي اول ما بتخش مثلا تبقى سينيور او كده تبتدي تتحجب لانه ده غلط وتبتدي تبعد عن البنات المسيحيات وليهم جروب بتاعهم وليهم حتى في الجامع في احدى الولايات هنا في سوريا بيقولوا عندهم يوث جروب يعني زي الكنائس بالظبط. فزي ما قال اخاندرو بيتشبعوا بالاسلام وفي نفس الوقت بقى هم امريكان هم متباينين زي ما مش باينين هربانين من بلدنا فمش ظاهرين وعلى فكره دول امريكان بالظبط يعني هم مش ظاهرين والجيل الثاني ولادنا والجيل الثاني ولادنا هم مش عارفين برضو الاسلام ومش عارفين فكرهم فهو اسلوبهم وتعاملهم معاهم هيبقى يعني اوكي مفيش مشكله زي بالظبط الامريكان اللي بيتجوزوا واحد مسلم وشايفه ان في مشكله ولا خطوره وبطل تعصب وبطل عصب ومفيش تعصب وبنقبلهم ومفيش مشكله اروح معاكي والكلام ده كله ولا ايه رايك حضرتك؟ بالظبط ده كلام كله مظبوط لانه انا عندي اولاد ونفس المناقشه يعني في الاول طب انتوا ليه كده طب بتقولوا عليهم كده ليه طب ما هي بنت عاديه ما صاحبتي يعني الكلام ده بنقابله كتير. فعلا زي ما حضرتك بتقولي هم امريكان فمش فاهمين قوي الاسلامي كود بتاعتهم والمايند سيت بتاعتهم يعني. طيب يعني هو يا أسيس أشرف بالشكل ده مش فكرة بس إن إحنا يعني أوكي أنا ما عنديش مشكلة وأنا بحبهم ودي يعني المسيح قال لي كده حبي كل الناس والكلام ده كله بس فكرة إن أنا أكون بقول للأمريكان إن إحنا دول محتاجين الناس دي محتاجة المسيح ده حقيقي بس يعني هم يعني أسرع من إن إحنا ناخد وقت إن إحنا نكون بنوصل لهم المسيح الفكره اللي انا عايزه اوصلها ان برضو الامريكان محتاجين يعرفوا حقيقه تفكير الناس دي لان هم فاتحين لهم الباب خالص وممكن بكره زي لو احنا سكتنا او لو احنا ما اتكلمناش او لو احنا ما قلناش الحقيقه اللي هم بيخبوها ممكن يبقى رئيس امريكا واحد مسلم. ده صحيح وزي ما اتقال انا سمعت البرنامج كله من اول حقيقه زي ما اتقال يعني هو ممكن رئيس امريكا يبقى مسلم او ده بعض الاراء بتقول انه صعب يكون كده لكن عايز اقول مش بس الرئيس الامريكي لكن عايز اقول ان المشكله اكتر انه زي ما يكون في ناس في الكونجرس في ناس سيناتورز ممكن يكون البروفيسورز في الجامعه هم ماسكين مناصب كبيره ف يعني دي كمان خطيره. يعني المفروض ان انا اتكلم عن خداعهم هم بيخدعوا الناس دي بقران مترجم غلط حتى يعني انا شايفه ان انا لازم اكون اتكلم عن خداعهم. الحقيقه انا يعني بسرعه اقول لك مثال يمكن مغري شويه لكن ده حصل شخصيا معايا رحت كنيسه وقابلت قسيس امريكاني وبعد كده بيقول لي انت بتخدم معايا فبحكي له خدمتي كان رده عليا يقول لي طب انت ليه عايز تنصر المسلمين؟ فقلت له لا انا مش عايز انصرهم انا عايز اجيبهم للمسيح وبعدين بيقول لي طب ما هم ليهم طريقتهم اللي هيروحوا بيها السماء وانت ليك طريقتك اللي هيروحوا السماء وابتدينا نتناقش فسالته سؤال قلت له طب انت قريت القران؟ قال لي لا قلت له طيب انت محتاج تقرا القران علشان تعرف ان في فرق كبير بين تعاليم القران وتعاليم الكتاب المقدس ولو ان الله واحد زي ما بيتقال في الاسلام ان الاله المسيحيه الاله الاسلام يبقى مش معقول هيكتب كتابين مختلفين. فهو سكت
وقطع الحديث وانا نتقابل بعدين. طبعا هو ما رضيش يقابلني تاني او يعني اداني معاك يعني انا وصل لي دلوقتي. يعني بشكر حضرتك يا سيسي اشرف، ويعني كان نفسنا لسه في اسئله بس الوقت خلاص يعني وقت الحلقه. شكرا لحضرتك جدا، ونحب نشوف حضرتك يعني في كاليفورنيا. شكرا لحضرتك. طيب يعني احنا وصلنا لحته هو برضو داخل. بص يا اخي اندرو، الفكره انا مش بتكلم عن الدين ولا عن مين رايح السماء ولا هو دي قضيتي، لكن انا بتكلم عن انا مسيحيه مش هاثر على يعني مش همثل خطوره على امريكا، لكن هو شخص مسلم ليه شريعه اسلاميه بالطريقه اللي حكيتوها وبيوصل حتى قران للامريكان بطريقه مختلفه خالص، فانا شايفه ان هو بيمثل خطوره، هو بيمثل خطوره على العالم كله على فكره مش امريكا. يعني انا عايزه بس تعليق منك في دقيقه وهختم الحلقه. هي المشكله في العقيده الاسلاميه، مره ثانيه بنقول الكلام ده، ان هو الشخص المسلم بيجي محمل بالعقيده الاسلاميه، والعقيده الاسلاميه عند المسلم هي اقدس ليه، وهي يعني الاولويه الاولى للمسلم للعقيده الاسلاميه للشريعه الاسلاميه. وانا بشوف ان في مشكله كبيره جدا من وجود او السماح للشريعه الاسلاميه ان هي تكون موجوده في بلاد زي البلاد دي. احنا مش بنتكلم بلغه عصبيه او مين اكتر او بنعمل سباق مين يكون اكتر، مش داخلين في الامر ده خالص، مش مسؤوليتنا. احنا مسؤوليتنا نقدم المسيح، لكن ايضا نحن مواطنين امريكان جينا المجتمع ده، المجتمع ده كان له قوانينه ودستوره، لكن احنا بنشوف من خلال اللي احنا عشناه في بلادنا ان في خطر لوجود الثقافه الاسلاميه على المجتمع الامريكي، في خطر لوجود الشريعه الاسلاميه على المجتمع الامريكي. مشكلة مش مع الإنسان، المشكلة مع اللي بيتقال في الجوامع، اللي بيتقال في المدارس زي ما كان بيقول الأساس أشرف، اللي بيتقال جوه البيت. مشكلة أنا بعد شوية بلاقي البنت بتتحجب، ده لبسك وانت حر فيه، لكن مشكلة أن هي تنعزل، مشكلة أن هي تاخد جزء لوحدها، مشكلة نظرتها للآخر، نظرتها للي قدامها وتبص للي قدامها. أنا مسيح ببص للي قدامي إنسان ربنا بيحبه، لكن هو بيبص لي كافر. أخي أندرو أنا بشكرك، يعني للأسف هو لو إحنا فتحنا هيبقى لسه في حلقة تانية. شكرا ليك جدا جدا، ربنا يباركك ويباركك في خدمتك. أعزائي المشاهدين، يعني في فرق ما بين أبشر وفرق ما بين إن أنا بقوم بعمل اجتماعي للمجتمع اللي أنا عايشة فيه. أنا ده اللي بتكلم فيه، أنا بشجع طبعا، ده دورنا وده وصية ربنا لينا، اذهبوا للعالم واكرزوا، لكن أنا برضو ليه عندي أو عليا مسؤولية ناحية المجتمع اللي أنا فيه والناس اللي هي ممكن تكون مش فاهمة، وإن أنا يعني أكون involved في المجتمع، إن أنا بكون أكتف، إن أنا أشارك. النهاردة تشجيعكم الحقيقي إن أنتوا تنزلوا وتشاركوا في الانتخابات، مش كده وبس، يمكن إحنا قلنا حاجات كتيرة قوي لازم نكون بنقوم بيها، وناحية كمان الناس المهاجرين الجداد ان احنا نكون بنوعيهم بنفهمهم بنعلمهم نعرفهم طبيعه المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لكن ونكون ايجابيين جدا. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم، بعتذر للتليفونات اللي ما قدرتش اخدها، والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه.